السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج حصاد الأبطال. كل يوم جمعة بنقابلكم عشان نشوف الأخبار على الصعيد النادي الأهلي وعلى الصعيد الدولي أو المنتخبات الوطنية، وده شيء مهم جدا احنا بنتابعهم في كل مكان وبنجمع كل الأخبار عندنا في آخر الأسبوع. النهاردة عندنا فقرات مهمة جدا معانا في حصاد الأبطال، معانا اتنين أبطال. أولا معانا كابتن محمد سامي ميشو سباح الأهلي والمنتخب الوطني اللي تألق في بطولة أفريقيا اللي أقيمت في غانا، حصد ميداليات كتيرة، هنتكلم معاه عن أحداث كتيرة جدا مع نجمنا الكبير محمد سامي ميشو. نجمنا التاني نجم كبير في ألعاب القوة والمنتخب المصري كابتن إيهاب عبد الرحمن بطل الأهلي في الرمح، والأحداث الكثيرة اللي شفناها معاه وقف في أولمبياد ريو دي جانيرو وكمان أحداثه في بطولة طوكيو 2020، هنتكلم معاه ونشوف مستقبله بإذن الله في 2024. النهاردة بعد يعني فترة خلاص بدأ موسم الانتخابات أو ماراثون الانتخابات، امبارح كانت البداية في الانتخابات في الاتحادات الرياضية، بتكلم عليها خاصة الاتحادات الرياضية. امبارح كان في ثلاث اتحادات رياضية عملوا انتخابات، الفروسية والسباحة والتالتة كمان كانت التجديف. التجديف كويس، كسب المهندس هشام حطب في الفروسية، بنقول له مبروك، بنقول للمهندس ياسر إدريس مبروك في السباحة، وبنقول للكابتن عمرو النواوي مبروك في التجديف. طب قلنا مبروك، طب هنعمل ايه؟ الفترة اللي احنا شايفينها من وجهة نظرنا فترة قليلة جدا لباريس 2024، يبقى أكيد النهاردة كل اتحاد كسب امبارح لازم يشتغل على طول من النهاردة. أول ما اعتمدوا تشكيلات الأجهزة دي أو تشكيلات مجالس الإدارة لازم يشتغلوا من النهاردة، لأن الدورة دي دورة استثنائية جدا. ليه دورة استثنائية؟ لأنها عبارة عن دورة بتتكلم في سنتين ونص تقريبا، ثلاث سنين لغاية باريس. طيب احنا ايه المطلوب؟ دي دورة استثنائية كبيرة جدا، يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب الناس تشتغل من دلوقتي حالا، لان الدوره اللي فاتت او الدوره مجالس الاداره اللي فاتت كانت خمس سنين، والحمد لله ربنا اكرمنا في ست ميداليات، لكن النهارده الوقت ضيق عشان نحقق نتائج لمصر، ضيق علشان نحقق نتائج مهمه لمصر. هنا لازم نقول هو ده التحدي الاكبر، التحدي الاكبر بالنسبه لاي اتحاد عايز يحقق، مش اي اتحاد عايز يقعد على الكرسي. في طوكيو اخر في طوكيو 2021 حققنا ست ميداليات، لو نفتكر معانا في ريال اشرف كاراتيه، واحمد الجندي في الخماسي الحديث، وهدايا ملاك سيف عيسى تايكوندو برونزيه، ومحمد ابراهيم كيشو في المصارعه، وطبعا نجمه النادي الاهلي جانا فاروق في الكاراتيه. طيب عايزين نتقدم ما نرجعش، طب نعمل ايه؟ المطلوب لازم كل اتحاد النهارده يقعد يعمل بلان لنفسه، خطه، هيقعد مع مدربينه وهيشوف المدربين دي طالبه ايه، ايه المدرب اللي طالبه علشان المدرب يحقق، لان هو المدرب هو الاساس. طب هل المدرب هو بس فقط؟ لا، لازم يقعد مع اللعيبه، لعيبه ذات الالعاب الفرديه، الالعاب الفرديه ليها ميكانيزم معين، ليها تكنولوجيا معينه، ليها يعني استخدام معين غير الالعاب الجماعيه. طب هيقعدوا مع لعيبتنا هيقولوا احنا عندنا مشاكل واحد واثنين وثلاثه، عايزين نعمل كذا، عايزين نوصل لكذا. في الاخر البلان تكتمل، البلان تكتمل بمجلس الاداره اللي هو عايز يحقق ميداليات في باريس 2024. هي دي الامكانيات المطلوبه، هي دي الاجواء الحقيقيه بتاعه العمل، الناس اللي عايزه تشتغل بجد، اللي هي عايزه تخطط وتشتغل. ويا ريت الاتحادات دي كمان تطلع اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر وتقف قدام الراي العام والاعلام وتقولوا يا جماعه انا خطتي واحد اثنين ثلاثه وان شاء الله هحقق كده. طب هل الاتحادات دورها بس؟ لا، كمان دورها لازم تلصق مع وزاره الشباب والرياضه، لان هي اللي بتدفع، هي اللي بتدفع الدوله. الدوله ده شيء مهم جدا، الدوله بتسبورت كل حاجه. اعتقد اتكلمنا كتير هنا في حصاد الابطال ان الدوله النهارده البنيه الاساسيه للرياضيه موجوده، شيء مهم جدا. طب هل الدوله بس؟ لا، كمان لازم الاتحادات تبدا تشوف رعاه من النهارده، من النهارده تشوف رعاه يدفعوا فلوس مصريين، ما احنا لازم المنظومه تكون مكتمله. ده دور الاتحاد ان هو يقف ويشوف رعاه ويشوف في التسويق ويتكلم ويفتح كل المجالات علشان يقدر يعد بطل اولمبي ل 2024. ده شيء مهم جدا عشان ما نجيش قبل الدوره بشهر او شهرين ونقول ياي اصل احنا ما عملناش، اصل احنا هنعمل.
هو المفروض النهارده اللي هو البلان لما بتتحط بتحط على ميداليات على نتيجه. مش المشكله اللي احنا نحاسب، خلي بالكم انا مش عايز حد يطلع يقول اصل هنتحاسب، ما انت لازم تتحاسب، بس هو الحساب ايه؟ اعمل البلان بتاعتك مظبوطه، امشي مظبوط، ربنا هيوفق، اكيد ربنا هيكرمنا ونكسب. هي دي النقطه الوحيده المهمه في الموضوع، ان يكون في بلان، زي ما احنا شايفين ابطالنا قدامنا، هم دول الابطال اللي رفعوا علم مصر وكلنا فرحنا لهم، هي دي الابطال الحقيقيين اللي حققوا وحققوا بجد، حققوا بحاجه جميله جدا واسعدونا في كل حاجه. طب احنا النهارده عندنا لعيبه، النهارده لازم اذكر الناس جدا مهمين جدا، ان في لعيبه كانت وصلت لمراكز 8 والسابع والعاشر في الاولمبياد، الكلام ده مهم جدا. مهم جدا ليه؟ لان هنا المشكله اللي انا اطلع بعدد 130 واحقق 6، هو النقطه اللي انا اطلع ب 130 واحقق 30. لازم نكون كم الميداليات اللي احنا مترجتينه في المرحله الجايه مهم جدا جدا جدا، فده دور الاتحادات المصريه. ودور كل رئيس مجلس اداره عايز يحط علم مصر في المقدمه. تاني بقول وفي اخر كلامي بقول لهم لو سمحتوا اشتغلوا من النهارده. واشتغلوا وطلعوا بلان واشتغلوا عليها، البلان بعد كده هيبقى فيها اخطاء هتتصلح في الامور، لكن طول ما احنا ماشيين بنتكلم بس وما عندناش خطه واضحه لاولمبياد باريس 2024 لا يطلع عندنا بطل بالصدفه. يا ريت يكون الكلام واضح عشان ما نرجعش نقول يا ريت نبدا من الصفر. خلينا نروح ليه كده، بخلصنا المقدمه لكن خلينا نروح لاخبارنا. واخبارنا مع فريق سيدات كره اليد في النادي الاهلي اللي كسب نادي 6 اكتوبر بنتيجه 38-19، مباراه قويه جدا اتلعبت في صاله الامير عبد الله الفيصل في النادي الاهلي، وكان مباراه قويه جدا بين الطرفين، وقدرنا نكسب الماتش 38-19. عندنا بنكمل اخبارنا في كره اليد ونروح للدوري الاوروبي. الدوري الاوروبي برشلونه وبورتو، برشلونه طبعا عارفين ان كابتن علي زين لاعب النادي الاهلي السابق متواجد في برشلونه، تعادل مع نادي بورتو البرتغالي بنتيجه 33-33، دي منافسات الجوله السادسه في دوري ابطال اوروبا. علي زين شارك في المباراه ما شاء الله عليه، بيشارك سنه سنه، انا شايف ان هو لسه ما دخلش مع الفريق زي ما احنا عايزينه، لكن هو الحمد لله ربنا كرمه وسجل هدفين في مع الفريق البرتغالي. كانت مباراه قويه جدا مع الفريق البرتغالي. خلي بالكم ان البرتغال في كره اليد دلوقتي من الدول الكبيره في العالم، فالبرتغال فرق قويه جدا، عندها ناشئين وشباب طالعين في بطولات العالم الاخيره في الثالث، وصلوا للمربع الذهبي في البطولتين، فالفرق عندهم فعلا عندهم اسلوب فني كويس جدا، وليهم مدرسه خاصه بالفريق البرتغالي. هنروح للمواجهه المصريه الثانيه في دوري ابطال اوروبا بين نجمين ممدوح هاشم واحمد خيري مع دينامو بوخارست، وعاء ويحيى خالد مع نادي فيسبريم. مباراه غريبه ان فيسبريم يخسر 29-21 في الجوله السابعه. الغريب ان النادي فيسبريم عنده لعيبه في كره اليد من كل انحاء العالم اقوياء جدا، بس النهارده ان يطلع ان نادي دينامو بوخارست طبعا اكيد فيهم نجوم ويكسبوا بفارق 8 اهداف، الفارق كبير، الفارق مش سهل. وقدر نادي دينامو بوخارست يكسب 29-21. يحيى خالد سجل 3 اهداف، ممدوح هاشم سجل هدفين. نروح لفريق التنس طاوله في النادي الاهلي للرجال اللي فاز على نادي العاب دمنهور في صاله النادي الاهلي، كسب 3-0 في الجوله الثالثه من دوري المجموعات. لعيبه النادي الاهلي قدموا مباراه قويه جدا امام نادي دمنهور، وده بيواصل سلسله انتصاراته، وما شاء الله عليهم ماشيين في يعني عروض قويه جدا جدا جدا. وكان برضو كان النادي الاهلي فاز على 3-0 على نادي جمعيه شبان المسيحيين، ودي المباراه الثانيه كان، واسوان نفس الكلام. مثل النادي الاهلي في الرجال كابتن عمر بدير وكابتن شادي مجدي وكابتن محمد البيلي اللي ما شاء الله على مستواهم ماشيين كويس جدا في ماتشاتهم. نروح للتنس ونسيب التنس طاوله ونروح للتنس، ومحمد صفوت نجمنا الكبير بيتقدم 5 مراكز، بيوصل لمرتبه في الترتيب العالمي او رابطه المحترفين التنس ال 180. ال 180 ده شيء مهم جدا ليه، لان فعلا الارقام يعني هو ماشي المقدمه، احنا وراه، لازم يطلع لقدام وان شاء الله يخش ال 100 قريب، وباذن الله يعمل زي ميار شريف اللي تراجعت مركزها للمركز ال 65، كانت وصلت ل 64 تراجعت مركز واحد ونزلت ال 65
عالميا والتصنيف الثاني عربيا وافريقيا، لكن نجمه العرب ونجمه تونس انسي جابر بتتقدم مركز، كانت المركز الثامن وصلت المركز السابع عالميا رسميا بنقط او اجمالي نقط 3455 نقطه. ده اخر تصنيف لانسي جابر. انسي جابر ماشيه بخطى ثابته جدا، اخر تصريحاتها او خلال تصريحاتها العامه ان هي عايزه توصل للرقم واحد قريب. خلي بالكم ان انسي جابر هي الوحيده في العالم العربي او الافريقي اللي وصلت للمرحله دي. خلينا في العالم العربي، نعتقد ان كان في امريكان افارقه وصلوا للمرحله دي، لكن خلينا العالم العربي اول مره توصل في العشر اوائل سيدات او رجال. ده شيء مهم جدا، نتمنى لها التوفيق لان ده حاجه فخر لينا كلنا على المستعيد العالمي. ده شيء مهم. هنسيب التنس وهنروح للمصارعه وبطوله رواد المصارعه اللي كانت اقيمت في اليونان خلال شهر اكتوبر الجاري. مصر لعبت البطوله باربع لاعبين، مصطفى النمر، صلاح عماره، محمد عبد النظير، واحمد سعيد. مصر حصدت ست ميداليات متنوعه في البطوله دي، ست ميداليات بواقع ثلاثه ذهب واثنين فضه وواحده برونز. الميداليه الذهبيه كانت بنصيب مصطفى النمري اللي اتوج بذهبيتين في المصارعه الحره والرومانيه. ما شاء الله مصطفى النمري نجمنا الكبير خد ميداليتين، صلاح عماره منافسات المصارعه الرومانيه، والفضيه كانت من نصيب صالح عماره منافسات الحره ومحمد عبد النظير، واخر ميداليه عندنا البرونزيه كانت محمد عبد النظير في منافسات الحره. هنسيب المصارعه ونروح لابطالنا في الكاراتيه ومنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني في الكاراتيه والترتيب العام في بطوله العالم في المجر، بطوله العالم دي اللي هي عفوا بطوله البحر المتوسط اللي اقيمت في ثانيه في قبرص عفوا من الفتره من 21 ل 25 اكتوبر. مصر توجت ب 25 ميداليه متنوعه، ما شاء الله على اولادنا الشبابنا وبناتنا وهم طالعين، فعلا بيدونا امل جامد جدا في الاولمبيات اللي جايه وبطولات العالم الكبيره اللي احنا نحقق ميداليات. تخيلوا 25 ميداليه في البحر المتوسط معاهم لعيبه كلها من اوروبا، ونتوج ب 10 ميداليات ذهبيه وسته فضيه وتسع برونزيات. بجد لعبتنا تفوقوا تفوق كبير جدا داخل البطوله دي، وكان اول يوم تفوقنا على المجر. المجر هي المنافس لينا، تفوقنا باجمالي ست المجر اللي جت تاني باجمالي ست ميداليات متنوعه، ثلاثه فضه وتسع وثلاث برونزيات. ده شيء مهم جدا. هنروح للعبتنا دايما بنتابع لعبتنا المحترفين، لاعبينا المحترفين في كل مكان. النهارده هنقول خبر لازم نقول على سهيله وفيق في الكره الطايره، كانت لعيبه النادي الاهلي في الكره الطايره والمحترفه حاليا في دوري الجامعات الامريكي في فريق يو اس سي الامريكاني. فاز امبارح بنتيجه 3-2، وجات الاشواط بنتيجه 25-22 و20-25 و25-21 و20-25 18-16 في مباراه صعبه جدا. لكن الجميل في الموضوع ان بنتنا سهيله وفيق عملت مباراه قويه جدا جدا، وده كان شيء مهم جدا. عملت مباراه قويه جدا وعامله 62 اسيست. عارفين يعني ايه 62 اسيست في الفولي بول؟ رقم كبير، رقم كبير. وهي كانت فعلا امبارح كانوا بيتكلموا عليها في كل السوشيال ميديا وبيقولوا لها يعني ان هي كانت بتساعدهم جدا في مباراه امبارح، ودايما ما شاء الله عليها يعني مشرفانا. فاكيد اي لعيب هيشرف النادي الاهلي واي لعيب هيحترف لازم يكون معانا خلال تليفون خلال سكايب، فلازم نكون نرحب بنجمتنا الكبيره سهيله وفيق. مساء الخير يا سهيله. مساء النور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ كله كويس، كله جميل. قولي لي، كانت مباراه صعبه جدا 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 امبارح، يعني هكلمك عليها ونتكلم على حاجات تانية، بس مباراه امبارح كانت مباراه صعبه جدا امبارح. دي حقيقة، هي كانت مباراة صعبة قوي، لأن احنا الفرقة اللي احنا كسبناها امبارح دي هي كسبتنا في الفاينل السنة اللي فاتت 3-2 برضو على ملعبهم، واحنا امبارح كنا بنلعب على ملعبهم برضو وكسبناهم احنا بقى 3-2. فالحمد لله، الحمد لله. يعني كانت مباراة صعبة قوي فعلا. مباراة صعبة و62 اسيست، 62 اسيست، يعني ازاي؟ احكي لي ازاي الناس كلها بتتكلم على الموضوع ده؟ هو ده بالنسبة لي انا اول مرة اصلا اجيب عدد الاسيست ده في ماتش، يعني دي تقريبا اول مرة في حياتي. مش عارفة، يعني الموضوع كان صعب وفي نفس الوقت كان حلو. كنت بحاول اقدر ان انا
اكريت اوبورتونيتي مثلا للفريق بتاعي احسن بالنسبه للفريق التاني. فالحمد لله كسبنا. الحمد لله كسبته، بس اكيد انت رافعه راس كل النادي الاهلي. قولي لي بتحكي ايه في الامريكا عن النادي الاهلي لكل اصحابك اللي في الجامعه، بتقول لهم ايه؟ بحكي كتير قوي، اولهم ان النادي بتاعنا دخل موسوعه جينيس طبعا. بقول لهم قد ايه احنا نادي كويس وقد ايه احنا نادي كار، قد ايه السيستم بتاعنا هو حاجه من الحاجات اللي خلتني اصلا اوصل لحاجه زي كده في ماتش امبارح. كل حاجه بجد، النادي الاهلي يعني بيتي التاني. اكيد هو بيتك التاني، بس يعني اكيد عملتي رابطه هناك يا سهيله، في رابطه هناك حصلت بالنادي الاهلي، اكيد اصحابك بيشجعوا كلهم النادي الاهلي كده كده. كده كده اصلا لما نزلت المره اللي فاتت الكاس مع الاهلي هم كانوا بيتفرجوا عليا لايف من هنا، كانوا بيشجعوني. حاجه كويسه جدا جدا جدا. قولي لي واجهتك في الاحتراف ايه؟ بدات احتراف وبدات في دوري الجامعات، اللي جاي عند سهيله هو في ايه؟ اللي جاي ان انا نفسي احترف بقى في اوروبا ان شاء الله بعد ما اخلص. اعتقد ده حلم اي لعيب بولي يعني ان هو يحترف في اوروبا. بس ده حلمي، وان احنا طبعا ندخل اولمبيكس بقى مع مصر يا رب. ناويه تدخل الاولمبيكس وباذن الله تشرفينا، لكن اوروبا اتجاه اوروبا يعني. بداتي الحلم فعلا وبداتي تتكلمي مع الناس في اوروبا ولا لسه لما تخلصي الجامعه؟ لا لسه لما اخلص جامعه. هو في كلام منهم يعني، هم اصلا بييجوا يتفرجوا على الماتشات بتاعتنا وكده، المفروض ان الاستاتستكس بتاعت كل لعيبه بتظهر على الانترنت، بتبقى هم بيخشوا يشوفوا الهايلايتس بتاعت كل اسبوع، مين فين مين عمل ايه وكده. فهم اوريدي علشان انا دلوقتي يعتبر عامله يعني شغل كويس المفروض دخلوا كلموا معانا او بيبقى في كونتاكتس اوريدي، بس لسه مفيش اي حاجه يعني علشان لسه في الجامعه. سهيله وفي وهي في امريكا بصراحه شديده، هتاخد اصحابها معاهم، هتاخد لعيبه تانية من النادي الاهلي يعني للجامعه اكيد عشان تدرس وعشان يخوضوا تجربه الاحتراف، لكن اكيد تجربه كويسه جدا. اكيد اكيد هو اوريدي في كلام على كذا حد يعني، اوريدي انا معايا حد مصري هو مش من النادي الاهلي، هو من نادي تاني. برضه هي لما جت قالت انا عايزه اسافر وكده انا ما ترددتش خالص ان انا اكلم الكابتن بتاعي يعني عليها. والموضوع تم يعني. ما شاء الله عليك يا سهيله، بجد مبسوط وسعيد جدا بيكي، وعايزك تختمي معايا كلمه حاجه سريعه تقولي ايه للاسره الكريمه اللي مدعماكي جامد جدا، اسرتك اكيد، بيتك بابا وماما واختك. احب اقول لهم شكرا قوي، انا ما كنتش هوصل اللي انا فيه ده يعني من غيرهم، واحب اشكر حضرتك على متابعتك، انا عارفه ان الموضوع كان صعب قوي ان تكونتاكت معايا عشان فرد 7 ساعات، واحب اشكر عامه النادي الاهلي وعلى كل قناه النادي الاهلي ان هم متابعيني وان هم مشجعيني لحد دلوقتي، وحتى بشكر الاعلام عموما حضرتك والمذيعين اللي كانوا في الماتشات محمد عفيفي وكل الناس دي، بجد احب اشكرهم يعني شكرا قوي، طبعا كابتن حمدي كل سهيلة. بتمنى لك التوفيق ودايما هنكون معاكي ومتابعينك، لان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا في النادي الاهلي، لاعبتنا اللي رافعين راس مصر وعلم النادي الاهلي الخارجي، ده شيء مهم جدا. صدقوني تجربه مهمه جدا لبنت عندنا مروه عيد في الهاندبول، عندنا لاعبات كتيره جدا وعندنا لاعبين، خلينا دايما نسبورت الفكره، لان فكره الاحتراف بتغير مفهوم جامد جدا عند اللعيبه واللاعبات. كل ده بيصب للنادي الاهلي، لكن الاهم بيصب في مصلحه المنتخب الوطني، يا ريت كل لاعبتنا ياخدوا التجربه، لان التجارب المشرفه اللي قدامنا اللي احنا بنجيبها من كل الاتجاهات تجارب مشرفه جدا، نتمنى ان كل الناس تمشي في هذا الطريق. خلينا نخرج لفاصل وترجعوا لي مره ثانيه. اهلا بيكم بعد الفاصل. شفنا ابطالنا اللي يعني بيرفعوا اسم النادي الاهلي واسم مصر عاليا، لازم نتابعهم، بنتابع ابطالنا وهنتابع كل محترفينا في كل المجالات، مش بالظبط مش كمان في النادي الاهلي، هنتابع كمان بره النادي الاهلي. ليه؟ لان دول بيشرفوا اسم مصر، وطول ما اسم مصر بيتحط لازم يتحط اسم مصر في المقدمه علشان نوصل لميداليات وابطال
في كل الالعاب، نفسنا نشوف مصر كل الالعاب الجماعيه والفرديه بنقف على منصات التتويج. لكن في برنامجنا كمان هنا قررنا من اول يوم اللي احنا لازم نعمل تاريخ ونكتب التاريخ ونكتب تاريخ مع ابطالنا، وكل بطل حقق ميداليات للنادي الاهلي لازم يكون معانا متواجد معانا. ليه؟ لان لازم الابطال اللي حققوا ميداليات في عصر ما كانش فيه الاعلام وما كانش فيه السوشيال ميديا كان لازم ابطالنا الصغيرين يبصوا عليهم. النهارده معانا نجم من كره اليد في النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي كابتن يحيى يوسف، هو المدير الفني لفريق سيدات كره اليد بالنادي الاهلي. خلينا نخرج ونشوف عمل ايه مع النادي الاهلي وترجعوا لنا مره ثانيه. جيل قوي جدا، فالحمد لله كان ربنا مدينا، وكان الحب ما بيننا وبنحب بعض، فكان ده بيظهر على اللاعبين في التعامل او في الملعب. بعد كده طبعا بطلت للاسف الاصابه، لان انا كان عندي كتفي بيتخلع وركبتي طبعا، فده اثر معايا وبطلت وانا عندي 27 سنه. بس وانا بلعب كنت بدرب، يعني وانا بلعب كنت ماسك اكاديميات في النادي الاهلي في مدينه نصر، وكنت بدرب بحيث ان هو يديني خبره في التدريب. بعد كده اتجهت طبعا للتدريب في النادي الاهلي، والحمد لله اول بدايتي كانت مع بنات، مرنت بنات صغيرين. بعد كده الله يرحمه كابتن اشرف شكري مسك مدير فني رجال، فخدني معاه في جهاز الولاد، كنت ماسك جيل 92 والحمد لله. كانوا السنه قبليه كانوا واخدين سابع، تاني سنه بصراحه الحمد لله خدت بطولتين، تالت سنه خدت معاهم تلات بطولات، كان جمهوريه وكاس والقاهره، فالحمد لله توالى الانجازات الحمد لله. ده انا الحمد لله في السي في بتاعي اصلا كبطولات مع الشباب، مسكت شباب كتير الحمد لله. كان الاهلي حصل اقاله لمدرب صربي ماركوفيتش، ومسكت مؤقتا مدير فني النادي الاهلي في الرجال، والحمد لله حققت معاهم كاس مصر. بعد كده مسكت مع طبعا مع اولى لاند جرين مدير فني السويدي، مسكت معاه مدرب عام. بعد كده طبعا احتاجوني في فريق السيدات في الاهلي، ان هو كان الدنيا ما كانتش مظبوطه، وكانوا اول مره في النادي الاهلي كسيدات يخسر الموسم كله، كان دوري وكاس وقاهره، فالحمد لله مسكتهم وحقنا السنه اللي فاتت بصراحه الموسم اللي فات ثلاث بطولات الدوري والكاس والقاهره، ودي كانت حاجه كويسه جدا ان النادي الاهلي بطبيعته ان هو يرجع بعد خساره ثلاث بطولات، ان هو يرجع بعد 8 شهور بالظبط ياخد ثلاث بطولات تاني، فكان ضغط جامد كان عليا كمدير فني او على البنات، بس الحمد لله بشكر ربنا الحمد لله على كل الكلام ده. دايما ذكرياتي مع الدرجه الاولى وكلهم صحابي لغايه دلوقتي وكلهم بحبهم وذكريات معاهم كتير. احنا اصلا كنا دايما نتجمع في اوضه، يعني عايز اقول لك ان احنا كنا بنتجمع في اوضه ان احنا نضحك يعني بس، ودايما كنا بنروح كمان معسكر مرسى مطروح اللي هو كان زمان مكان خيم، ما كانش دلوقتي منتجع، كان خيم، وكنا بنضحك ونهزر والكلام ده كله. دايما الدرجه الاولى عندنا زمان كانت الدنيا مختلفه زمان غير دلوقتي كتير. زي ما شفنا كابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق كره اليد للسيدات ومشواره مع النادي الاهلي ولعبه وتحقيق بطولات، والراجل يعني اتصاب في 27 سنه وبدا يخش مجال التدريب، والنادي الاهلي طول عمره مع اولاده في كل الاتجاهات. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل نجم مصر ونجم النادي الاهلي في السباحه كابتن محمد سامي ميشو. نجح محمد سامي ميشو نجم النادي الأهلي ولاعب المنتخب الوطني للسباحة في تسطير اسمه بأحرف من ذهب في سجلات بطولة إفريقيا عقب تتويجه بتسع ميداليات في البطولة القارية التي أقيمت بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 11 وحتى 17 من أكتوبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم المزمع إقامتها بمدينة فوكوكا باليابان خلال شهر يونيو من العام المقبل. وحقق ميشو تسع ميداليات بواقع ست ذهبيات وثلاث فضيات
ليقود بهم منتخبنا الوطني لاعتلاء صدارة البطولة القارية وتصدر الجدول العام للترتيب، ليحافظ النسر الأهلاوي على جائزة أفضل سباح في القارة السمراء بعدما حقق اللقب العام الماضي في النسخة التي أقيمت صيف 2020. ويأمل سباح الأهلي في المضي بشكل قوي حتى يحقق المزيد من الألقاب والميداليات خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الدعم الكامل الذي يجده من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومن بعده كابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي. وينتظر نجم القلعة الحمراء مستقبل باهر ومشرق، ويعول عليه مسؤولو السباحة المصرية الكثير من الآمال خلال الفترة المقبلة للمنافسة على حجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024. أهلا بكم في الفقرة الحوارية الأولى. دايما بكون سعيد لما يكون قدامي أبطال، وأبطال بيحققوا ميداليات كثيرة جدا لكن مش باينين في الصورة. بقعد معاهم وبستمتع بجد في الحديث. خلينا نرحب بضيفنا الكبير كابتن محمد سامي ميشو، بطل النادي الأهلي وبطل مصر في السباحة. كابتن محمد سامي ميشو، نورنا وشرفتنا. نور حضرتك، ربنا يخليك. هبدأ معاك من آخر حاجة، 9 ميداليات في بطولة أفريقيا في غانا ما شاء الله، وكاس أحسن سباح الحمد لله. جه إزاي الكلام ده؟ يعني هي تمرين على طول، ما فيش تمرين بنقف فيه خالص. أنا كنت بحاول أتأهل لفترة الأولمبياد في شهر 7، بس يعني كان فرق 37 جزء من التأهل، فيعني الحمد لله ما تأهلتش في دي، بس فضلت مكمل تمرين على طول، ما خدتش أجازة أوي عشان أحاول أروح ابقى في احسن حال لبطولة العالم 2022، وفي البطولات الافريقيه، وفي بطولة عربيه، لو في بطولة عالم شورت كورس شهر 12. فكنا على طول بنتمرن، يعني مفيش. العمليه صعبه قوي في السباحه بيشو، يعني صعب. حاسس ان انت في انهاك بطولات، بتقولي بطوله في 12 وبطوله في 3 وبطوله في بطوله عالم وبطوله اولمبياد، الموضوع صعب جدا. مين بيرتب ده معاك؟ والله مرتبه مع المدرب بتاعي دكتور عمر تعلب، وانا دايما انا هو بنحط البطولات، يعني امتى المفروض اكون مسافر وامتى عندي بطولات وامتى احتمال يبقى عندنا بطولات، عشان ساعات ما بيبقاش كل حاجه يعني في مواعيدها مظبوطه، في حاجات بتتغير في حاجات ما بتتغيرش. بس انا عندي ان شاء الله المفروض اكون مسافر يوم الاثنين اللي بعد الجاي هولندا، عندي بطوله اسمها الاي اس ال انترناشونال سويم ليج، دي انا كنت الوحيد اللي مشارك فيها السنه دي، وكنت الوحيد اللي شاركت فيها السنه اللي فاتت. اشمعنى اخترت البطوله دي بالذات؟ لا دي بتاعت هي دي بطوله عامله زي الشامبيونز ليج كده شويه، بس فهو النوادي بتختار سباحين، هم بيبقوا 10 نوادي بيختاروا سباحين من مختلف الدول، ملهاش علاقه بجنسيات ولا ليها علاقه باي حاجه، وبس فهم بيروحوا حاطيننا في فرق، والفرق دي بقى بننافس بعض على كانها عامله زي ماتشات الدور ال 16. يا رب ربنا يكتب لك الخير. بس كل الولاد وهم صغيرين يقول لك انا عايز العب كوره. صح؟ لعبت كوره وانت صغير؟ لعبت كوره وانا صغير بس ما لعبتهاش. لعبت كوره وانا صغير يعني مجرد لعب كده، بس كنا كويسين والله. فرقه السباحه في يعني انا كنت في نادي المعادي وانا صغير. بدايه في نادي المعادي. بدايه كنت في نادي المعادي. بس قبل ما تقول بدايه في نادي المعادي سبت الكوره ورحت السباحه. ليه؟ ما كانش في تمرين كوره كنت بحب، يعني هي الكوره كنت بحبها طول عمري وانا صغير، كنت افضل اقعد العب في النادي مع فرقتنا. في فرقه السباحه كانت دايما ضد فرقه الكوره في النادي المعادي على طول، ويعني كنا الحمد لله بنكسب فيها كتير، كنا بنكسبهم كتير. بس انت لعبت سباحه عشان خاطر ماما؟ انا لعبت سباحه شويه عشان خاطر ماما. يعني الناس بتقول للناس بس طبعا نجمه كبيره. لا ماما كانت بتلعب سباحه من هي راحت بطولة جنيف زمان قوي، دي حاجة كانت جنيف حاجة دي كبيرة. خلي بالك جنيف دي لازم نقول لكل السادة المشاهدين، جنيف هي كانت بطولة جنيف بس، يعني السباحين كلهم كانوا بيروحوا بطولة جنيف بس مش أكتر من كده. اتفضل. بس فلا الحمد لله، يعني كنت دايما هي اللي كانت بتشجعني يعني ان انا اتمرن وان انا افضل مكمل، وهي اللي حتى لغايه دلوقتي هي اللي بتشجعني على طول ان انا افضل مش مكمل. مش لازم تقول للساده انا سايبك، خلي بالك انا عارف طبعا بس مين ماما وما اسمها ايه وكده، لازم الناس تعرف الاجواء دي طبعا. كابتن كبير. ماما اسمها سحر علي عبد الحميد عرفه. كويس. هي كانت شهيره بسحر عرفه. سحر عرفه بالظبط. بس كانت سباحه بريست، كانت بتعوم بريست وهي صغيره،
وبس. وبعدين حققت بطولات كتيره وهي صغيره، بس هي كانت بتعوم بريست، حضرتك بتعوم ظهر. ظهر ايه الفرق؟ يعني واحده ازاي كده؟ بتختار ازاي؟ عايز اقول لك يعني بتختار ازاي العومه بتاعتك؟ والله بتبقى الارقام على حسب الارقام وانت عايم كويس. وبعدين هي لو الحاجه انت مستريح فيها بتلاقي نفسك يعني عايم فيها احسن، الدنيا بتبقى اسهل، ارقامك بتبقى احسن، مراكز دايما بتبقى يعني لو بتعوم كذا سباق المراكز بتحسن في فكره العومه نفسها اللي انت فيها. فبس فالحمد لله هي كانت يعني الباك ده دايما هو اللي مشي معايا 50 و100 باك. وانا صغير كنت بعوم 200 باك كتير، بس دلوقتي بقت 50 و100 باك بس. بس ده احنا جايبين لك حاجه كرول تبعك صح؟ ده كان في الجامعه مظبوط؟ دي كانت 200 حره. دي 200 حره. طيب قول لي دلوقتي يعني احطك في حته كده صعبه شويه. النهارده كابتن سحر موجوده في البيت وكابتن عمرو ثعلب قدامك والاثنين بيتكلموا في السباحه، بتسمع كلام مين فيهم؟ يعني بسمع كلام كابتن عمر ثعلب اكتر شويه. علشان يعني هو اللي في جوه المجال او جوه الملعب يعني. لا بس هي اكيد بيكون ليها تعليق. ما هي بيكون ليها تعليق اكيد. بتقول لك ايه بصراحه؟ يعني مفيش. هي بتقول لي ان انا عايزاني ان انا يعني اعوم احسن، دايما اعوم احسن، ارقامي احسن ولا لا دلوقتي على طول. حتى جوه السيزون نفسه تقول لي انت بتحس ان تجيب ارقام زي ارقامك. بس هو كان مختلف طبعا وقت التدريب بتاعهم عن تدريبنا دلوقتي يعني. طبعا في اختلاف كبير جدا. ما كانش عندهم اي حاجه. خلي بالك عشان كنت في الجيل ده برضه كان عندهم. بص كان كل ولي امر في السباحه يمسك الساعه ويصفر للعيب لابنه ويتكل، بس ما عندهمش اكتر من كده. في فرق مهم جدا. لكن قول لي دراسه مع ما شاء الله مع احتراف سباحه، محترف سباحه 100% لان الارقام بتقول كده، بتوافق ازاي يا بيشو بين الاثنين؟ والله دي كانت حاجه صعبه وانا هنا في مصر في الاول. بس الحمد لله كان جالي سكولرشيب وسافرت رحت انديانا. بس فالجامعه هناك بتسهل حاجات كتيره قوي، ان هي تخلي ان ما بين انك انت تعرف تجمع ما بين السباحه وما بين ما بين الدراسه. انا حتى درست بايو انجينيرنج، انا مهندس هندسه طبيه ما شاء الله. وبس الحمد لله اتخرجت شهر 12 اللي فات. وبس هي طبعا كان دايما لما يكون في بطولات او في اي حاجه كانت الجامعة نفسها بتأجل لنا حاجات في امتحاناتنا وحاجات كويس جدا. انا هسألك سؤال اوضح من كده، عايزك توضحها، لان خلي بالك انا من بسبورت ان الولاد يسافروا بره ويلعبوا بره محترفين عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر مصر طبعا في الاول او الاساس عندنا مصر. يعني ايه بتجمع؟ يعني ازاي بيفرغك هناك؟ عايزك تشرح للناس وكل الجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي ازاي بيفرغك من الدراسة عشان يوديك تلعب سباحة. اليوم بيمشي ازاي؟ فاهم قصدي؟ هو اليوم بيمشي يعني احنا بنعوم مثلا الفجر الساعة 5:45 الصبح. بعدين بخلص الساعة 7:30 اروح على الجيم. من 8 مثلا لغاية 9. بعدين بيقعد معايا الاكاديميك ادفايزر في اول السنة هو المشرف عن الدراسة نفسها. كويس. بيشرح لي بيحط لي بيبقى في المواعيد بتاعة التمرين وبيبقى في نفس الوقت يروح حاطط لي مواعيد ان انا اعرف يعني مواعيد الكلاسز بتاعتي ان هو يحاول يوفق ما بينهم على قد ما يعني على قد ما ينفع. ان بيعمل بلان دراسي وبلان للتمرين لتدريباتك علشان ما يبقاش في كلاس في وقت التمرين. ويعني ولو في كلاس يبقى على الاقل قليل قوي ان هو يكون في حاجه علشان ما يعني لو هفوت تمرين اعرف اعملها في وقت تاني. فرق معاك كتير على 4 سنين بتوع امريكا؟ فرقت كتير طبعا، فرقت كتير بالذات على الدراسه. يعني انا اقول لحضرتك انا دخلت اكاديميه بحريه هنا اول سمستر كنت بنام 4 ساعات بالظبط. كان ان انا اروح التمرين اقعد الف كل يوم يعني من اول الساعه 5 الصبح لغايه الساعه 7 بالليل ولا 8 بالليل بكون راجع البيت. ما كانش عندي حته ان انا يعني ما كنتش لاحق اعرف اذاكر ولا اعرف اعوم كويس ولا اريح ولا اي حاجه. والطريق صعب والدنيا صعبه والزحمه على طول. دور النادي الاهلي اكيد اللي كان ليه دور معاك، ووائل عزت كان ليه دور بالاخص. طبعا. قول لي ايه بقى؟ كابتن وائل على طول يعني لو في اي حاجه انا بكلمه كابتن وائل على طول بيظبط لي الحاجه. لو في اي مشكله او اي حاجه هو على طول بيبقى في ظهرنا. بس هو يعني ايا كان اي حاجه احنا فعلا محتاجينها في اي وقت هو بيساعدنا على طول. وبس انا حتى كان في عندي البطوله يعني احسن بطوله عملتها الفتره اللي فاتت كانت 2018. رحت عملت ارقام هناك كانت كويسه، كان رقم 100 حره ده رقم اللي انا كنت جبته في
حتى ده رقم مصر يعني 48-91 بتسجل باسمك رقم مصر في المياه حره ما شاء الله. وال 50 باك كنت جايب 25-01 بس حسنته في 2019 وانا في ايه الصوره دي؟ شفت طلع لك صوره على طول طلع لك صوره عندنا ما دي صوره انا وكابتن وائل. انا بعد اول ما رجعت من البطوله من غانا قلت له انا لازم اجي اشوفك وكده فقال لي تعالى ناخد صورت مع بعض. حاجه جميله جدا جدا تحطيم الارقام القياسيه حاجه صعبه جدا. بتتمرن عشان تحطم ولا بتتمرن عشان تكسب؟ اتمرن عشان تحطم لان التحطيم نفسه هيخليك تكسب. لا يعني انت النهارده وانت بتتمرن مثلا سي مثلا 100 حره 100 باك ايا كان الموضوع يعني او 50 باك اكيد وانت بتتمرن بتكون عايز تفوز بميداليه لكن بتكون في دماغك ان انت تحطم الرقم. بيكون عندك دايما هو هدف الرقم اكتر عامل الرقم نفسه لان انت ما تضمنش الناس اللي جنبك كلها هتعمل ايه ان هي يعني مش زي الكوره مثلا او حاجه هي احنا مجرد كل واحد هينزل يقوم احسن حاجه عنده حد يمسيرك في الكوره مفيش حد يمسيري ولا اي حاجه فهي بالظبط هي انا محتاج ان انا اعوم في حارتي اعوم احسن حاجه عندي فهي فكرتها ان انا بنافس رقم يعتبر قبل ما اكون بنافس اللي جنبي. طبعا فيها منافسه فيها جزء بس انا لو مش جاهز ما انا يعني اكيد اللي جنبي لو جاهز يعني هيفوز عليا. عايز اسالك سؤال بجد طول عمري في السباحه دي حاجه بره المقرر زي ما بيقولوا الاقي المدرب يقول هوب 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 وانت بتعوم بتسمع ده يعني خفيف قوي الصراحه يعني ما كلهم بيقولوا هوب يعني بص يعني مثلا 8 حارات 8 مدربين كلهم بيقولوا هوب فانت بتركز مع مين؟ ما فيش بقى هي بتبقى حسب التشجيع يعني انا سباح سبرنتر شويه اكتر من ما تفرق معايا في البتاع بس فكره حماس الناس موجوده يعني لما تسمع يعني مثلا انا واقف على الستارت ان انا الاقي الناس واقفه في جمهور في ناس بتشجع دي لوحدها بتخليك مديك حافز جوه الميه مش شرط قوي انك تسمع بس هي بتبقى جميله كده يعني جميله. طب سؤال تاني وانت بتعوم في الميه بتبص للي جنبك يمينك او شمالك ولا مش مركز معاهم بقى خلاص بصراحه؟ يعني هي بتفرق في السباقات الصراحه يعني لو انا عايم ظهري طبعا مش عارف ابص على حد ان اي بصه هتبقى بتعطلني بس وانا عايم في المياه حره مثلا ببقى عارف اشوف اللي جنبي انا باخد نفس يمين دايما فالنفس اليمين ده انا شايف يعني شايف. اللي على يميني ده انا شايفه 100% شايفه 100% شايفه سهل قوي في النفس ومن تحت المياه اللي على شمالي ساعات بقى احتاج ان انا بص شويه او دماغي سنه صغيره بس هو بيبقى سهل ان انت تشوفه بس طبعا لو يعني لو انا في حاره مثلا 4 مش هشوف بتاع حاره واحد يعني انت هتشوف اللي جنبك شمالي مش هبص عليه اكيد. قول لي في لحظات اكيد عندك في حياتك كانت صعبه ولحظات بتكون سعيده جدا اكيد لحظات اختيارك وانت احسن سباح دي لحظه هنتكلم عليها لكن ايه اللحظات الصعبه اللي عدت في تاريخ محمد سامي ميشو؟ اللحظات الصعبه اللي عدت في تاريخ هو الحاجات اللي يعني في وقت كده كنت اللي هو تحس ان انت ما بتتحسنش خالص مهما عملت في تمارينك مهما حاولت توفق الدنيا كلها الدنيا مش مظبوطه او زي فتره وقت الكورونا انا كان عندي كنت مكتئب شويه وقت الكورونا الدنيا كانت كلها العالم بصراحه يعني ازاي خلي بالك كلنا متضايقين ما كله يعني هي الدنيا فجاه يعني انا كنت عايم كويس قوي كنت جاهز ان اتاهل لاولمبياد طوكيو وعلشان كده يعني دي حاجه اثرت كتير قوي في التمرين فيعني فدي كانت حاجه من ضمن الحاجات المعضله غير كده كان عندي وانا صغير كنت في وقت قبل ما اروح لدكتور عمر تعلب كنت عايز ابطل سباحه يعني انا عندي 13 سنه كنت ليه؟ ما كنتش عايم كويس كنت انا كنت وانا عندي 11 سنه كنت باخد اول من 11 لغايه 13 سنه كنت دايما على طول باخد اول في اغلبيه سباقاتي فجيت وانا عندي 13 سنه في البطوله دي انا يمكن احسن مركز خدته كان ثالث والله رابع حاجه كده وسباقات كانت سباقات يعني معومه كويس وكل حاجه ما كنتش فاهم ايه المشكله لغايه ما يعني قعدت بقى رجعت يعني انا شفت ان انا كنت بتمرن حاجه غلط وبعمل يعني بعمل حاجه غلط في التدريب كله لغايه ما الدنيا بدات تظبط صلحت اخطائي فطلعت لقيت نجم كبير الحمد لله ما شاء الله. قول لي المنتال مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه ده مع اللعيبه الفرديه ولا الموضوع المنتال اكيد هو عامل كبير قوي بالذات بعد الكورونا هو فرق كتير يعني وقت قبل الكورونا وانا في الجامعه عمري ما كان عندي مشكله حاجه ان انا افكر في حاجه منتلي او حاجه دي تبقى ازمه يعني ما اعرفش هي طول عمرها كانت بتيجي معايا كده بقلب اللي هو انا ماشي كده اللي هو ما فيش اي مشكله بس انما دلوقتي بقت قصه ان انت لا محتاج انك انت تتكلم مع ناس ساعات بتبقى في حاجات انت بتبقى ما يعني بتبدا تتشتت في وقت وانت بتكبر في السن برضه ان ما بقاش التحسين عندك سهل قوي زي ما كان وانت صغير طبعا فدلوقتي بقيت ببص اللي هو انا ممكن انزل اعمل كويس طب اعمل وحش طب ففي افكار كتيره قوي بتيجي في دماغك فدي بتبقى محتاجه التدريب ان انا
ابقى متعود ان انا ما فيش عندي مشكله وانا واقف على الستارت، مش هفكر مين اللي جنبي هيكسبني مش هيكسبني، انا اقوى، لا انا جاهز. فالحاجات دي كلها بتفرق كتير. مايكل فيليبس اسطوره طبعا، 8 ميداليات، ولما بشوف لاعبين تانيين 9 ميداليات 11 ميداليه بقول ليه ما عندناش مايكل فيليبس بصراحه. مش والله هي المشكله ان احنا هنرجع لل، يعني هي دي بقى حاجه تاريخيه شويه، ان احنا دلوقتي يعني مثلا علي ومروان قماش وفريد عثمان، احنا دلوقتي بنعمل حاجه في جيل ما كانش اتعمل قبل كده زمان. لازم يعني نقول سوري يعني قطع كلامك، لازم اقول يا جماعه ان الجيل ده فعلا زي ما كابتن ميشو بيقول، الجيل ده حقق، ده حقيقه، ارقام واشكال مختلفه وخلى السباحه في حته ثانيه خالص. لكن انا دايما بطمع لفوق، فعايزين نشوف الفرق ايه اللي هيحصل معاه. اتفضل يا ميشو. فبس فاحنا الفتره دي اللي احنا كل اللي احنا بنحاول فيه ان احنا نوصل لاحسن المراكز. انا طلعت في بطوله عام 2019 كنت سابع في التصفيات كويس، وبعدين بس ما يعني ربنا ما كرمش ما تاهلتش للفاينل. بس وعلي كانت 13 دخل، انا مش فاكر هو دخل 11 او 12 يعني عشان ما اكونش غلطان. بس هو تاهل للسيمي فاينل وكان داخل وطلع 13 بالليل. زي برضو عبد الرحمن سامح هريدي عندنا في النادي الاهلي كان برضو دخل سيمي فاينل. فاحنا عملنا حاجات يمكن ما حصلتش قبل كده، بس بنحاول نوصل. شو انا بكلم ما حصلتش بس انا برضو لما بشوف اللعيبه المصريين بكون سعيد جدا بيهم. خلي بالك في الاولمبيات الاخيره، انا عارف ان كنت شايف الاولمبيات، بس يعني كل الكباتن اللي لعبوا فعلا ادوا اللي عليهم. بس لقيت، عارف انت، انا عندي حته يعني ايه كده، احمد الحفناوي في تونس جاب ميدالية، اكيد كلنا بنكون مبسوطين، ليه ما يكونش مصري؟ عايز اعرف الفرق الحته دي عند اللعيب لما بيقولها، يعني مسؤوليه اكيد بيسمعوك، فعايز اعرف ايه الفرق اللي احنا نوصل امتى ذهب. نوصل امتى ذهب؟ لما نعرف نخلي يعني المنظومه كلها تبقى واقفه في حته واحده، ان الحاجه كلها منظومه محترفين يعني بالظبط كده. طب خلينا بقى مش بس نقف كده عشان منظومه المحترفين دي عجبتني منك، خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل ونشوف منظومه المحترفين لعيبه السباحه في مصر. اهلا بيكم مره تانية ونجمنا الكبير محمد سامي ميشو والحوار معاه في السباحه. وقفنا عند نقطه مهمه جدا، والنقطه دي هي اهم نقطه، النقطه اللي هي النقطه الاخيره اللي هم يقدروا يطلعوا فيها على منصات التتويج. هنشوف راي ميشو ايه معانا. ميشو رايك ايه؟ ازاي نوصل يبقى عندنا مايكل فيليبس، عندنا ناس كبيره في العالم يرفع على الاول والثاني والثالث، وميداليه اولمبيه او ميداليه بطوله عالم تتعلق في صدر لاعب مصري او لاعيبه مصريه؟ يعني هو احنا نسبان في الطريق شويه، بس احنا محتاجين دعم اكتر، محتاجين سبونسرز، محتاجين معسكرات تبقى وقت طويل نقدر نسافر بلاد، يعني ما يبقاش عندنا مشاكل بقى في اي سفر، في اي بطولات. يعني محتاجين مشاركه كتيره في البطولات، محتاجين المعسكرات مع بعض الدول وناس مختلفه، محتاجين يعني هي طبعا هي السبونسرز الدعم ما في يعني في الاونه الاخيره شفت ناس، بس الدعم ده مش هو الدعم الاساسي او دعم كبير اعتقد. ده حقيقي بدا يبقى في دعم شويه لبعض الناس. يعني انا ما عنديش اي سبونسرز او اي حاجه، بس دي حاجه فعلا؟ لا ما فيش اي حاجه. طب هي رساله لازم اقولها بصراحه شديده، يعني لو احنا عايزين ابطال تقف على منصات التتويج، عايزين دعم من كل الاتجاهات، رجال الاعمال وكل الشركات المصريه الراعيه لازم تطلع ابطالنا بكل الاتجاهات. لو احنا عايزين نقعد ونقول ان احنا عندنا 10 و12 ميداليه و16 ميداليه في الاولمبياد، لازم الشركات المصريه ترعى ابطالنا، لان ابطالنا دول هم النوال او الذخيره الحيه لينا اللي هم يقدروا يحققوا على منصات التتويج. اتمنى من رئيس الاتحاد المصري المهندس ياسر ادريس، لسه كسبان امبارح، واكيد هو اول واحد يتمنى ان اتحاد السباحه يكون عنده لاعبين مصنفين على مستوى العالم ويقفوا على منصات التتويج العالميه او الاولمبيه. اتمنى ان البلان تتحط، كنت لسه بكلم في الانترو النهارده بقول ان البلان تتحط، اتمنى البلان تتحط، وان شاء الله باذن الله نلاقي ميشو وفريده وخلف الله وغيرهم كتير يكونوا واقفين على منصات التتويج. قابلت مايكل فيليبس في حياتك؟ قابلته مره وانا في تمرين، كان عندنا معسكر تابع الجامعه. رحت كنا في اريزونا، وفي وسط المعسكر ده كنا بنعوم مع
بنقوم مع بوب بومن المدرب بتاعه اللي طول عمره يعني كان ممرنه، وبعدين هو دخله معاه ابنه وبس ويزقه كده، وبعدين دخل قعد اتفرج على التمرين ومرنا شويه وبعدين مشي. طب عايز ما كنتش عايز تطلع مع حارس بقى هتصور؟ انا كنت عايز اطلع بس انا كنت هل لا افيلبل ان هو يتصوروا وتطلع وكده، ولا انت عشان ده تدريبك ما ينفعش بقى تطلع من التدريب؟ لا هو كان عشان وقت التدريب بس ما كانش ينفع الفكره. ما هي الفكره ان هناك فورمه التدريب بقى هي دي الحاجه المهمه، يعني دي الحاجه اللي اتمناها دايما ان احنا لو ينفع ان احنا كلنا نتجمع في وقت ان احنا نقوم مع بعض ان احنا نعمل المعسكرات مع بعض، دي حاجه هتفرق كتير قوي معانا كلنا حتى نفسيا مع بعضينا مع كل حاجه هتبقى كلنا. طب هاخدها بشكل مختلف، ليه عايز تعوم جنب اللعيبه دي؟ لازم تقولها بصراحه، انا عارف طبعا بس لازم توضحها شويه للناس، ليه دايما انت بتحب تعمل معسكرات مع اللعيبه دي؟ عشان لما تيجي تعوم جنبهم ايه اللي بيحصل نفسيا؟ عشان لما تعوم جنبهم نفسيا، انا اقول لحضرتك اول سنه انا عمت وانا عايم في امريكا ما كنتش عايم ارقام، كنت ساعات انزل انا شايف اسماء ناس كبيره جنبي ومش عارفه يعني حاسس ان انا مش كويس قوي. بعدين جيت نزلت كان جنبي بليك، وبليك معايا في الجامعه، بليك بيروني هو كان واخد اول في 200 حره في بطوله العالم شورت كورس. المهم فنازل جنبه انا عملت سباق خطير جدا، ولا كان بالنسبه لي ان بليك ده اجمد واحد ولا اي حاجه، وكان سباق 200 حره وكنت بفنش عليه نفسيا. هادي نفسيا، هادي جدا نفسيا، انا الراجل ده بيعوم معايا كل يوم في التمرين ما عنديش اي مشاكل معاه، ما فيش اي حاجه، وانا بكسبه ساعات في التمرين طب ليه ما كسبوش في البطوله؟ عندك حق اكيد. انا بضم صوتي وصوت ميشو بصراحه شديده ان فعلا هو بيتكلم في حته مهمه جدا، والحته دي انا حاسس بيها، لان لما كنت بلعب هاندبول ولعبنا ابطال اوروبا وابطال العالم بقى الامور يعني عاديه بيننا وبينهم، الاحساس بيكون مختلف غير لما تقابله اول مره يكون بطل عالم فيبقى فيه شويه رهبه، لكن هو بيقول لما عمت جنبه بقى الامور سهله جدا اقدر اكسبه، وده شيء مهم جدا. علي خلف الله ومحمد سامي ميشو اصحاب قوي. كنت دايما لما اشوف علي خلف الله بحكم ان انا يعني اعرفه وهو ولد صغير عندنا في النادي واعرف والده، فدايما اشوف صورتك معاه. ايه العلاقه بينك وبين علي خلف الله؟ والله العلاقه ان احنا رحنا مع بعض الجامعه، فضلنا قاعدين مع بعض هناك حوالي 4 سنين. فعلاقتي اتطورت بقى علي، انا ما كنتش عارف علي قوي قبل ما اسافر، كان مجرد علاقتهم ببعض يعني كلام، اعرفه هو عمل نتيجه كويسه فبارك له يبارك لي، بس بعدين لما رحنا هناك وعشنا مع بعض كان الموضوع تطور جدا يعني، وبس بقينا قاعدين مع بعض على طول. لما رجعنا حتى كنا بنتمرن مع بعض هنا في مصر شويه، وبعدين رحنا يعني بنروح على طول بطولات مع بعض على طول كل حاجه. بتلعبوا نفس العومه صح؟ هو احنا بنجتمع في المياه حره. قول لي بتكون علاقتك ايه معاه قبليها وايه جواها وايه بعديها؟ والله ما فيش اي حاجه ولا يعني احنا ما فيش ما بيننا اي حاجه. ده انا اقول لك انا كان الرقم مصر باسمي في في المية حرة. انا حطمت كنت جايب 49 90، دي كانت اول مره حد يجيب 49 في مصر. بعدين علي جايب 49 حاجه 40 46 بالظبط. بعدين انا حطمت رقم علي جبت 49 42. بعدين علي حطمه جاب 49 10. وبعدين جبت 48 91. وانا علي يعني لما جبت 48 91 علي كان نايم بقى سرير يعني هو كان جنبي. بص علاقات جميله جدا وبكون سعيد جدا لما بلاقي الابطال بالذات في الالعاب الفرديه بيكونوا يعني بينهم وبينهم علاقات كويسه. لكن اكيد دور الجهاز ودور المدربينك في صفه عامه تقول لهم ايه النهارده وانت نجم كبير في اجواء السباحه؟ اكيد بشكرهم كلهم، بشكر اي حد يعني ساعدني في اي وقت من اول اتحاد السباحه بس لغايه كابتن وائل عزت، وطبعا دكتور عمر تعالى مدربي، ووالدي ووالدتي واختي، ويعني اي حد اي واحد وقف في ظهري في اي يوم من الايام، حتى الناس حتى اصحابي كلهم بتوع المنتخب الناس السباحين كلهم بشكر كل حد يعني وقف في ظهري. بنشكر كل واحد وقف في ظهرك. السوشيال ميديا دلوقتي بقت صعبه على الابطال، شفتها شايفها ازاي؟ بصراحه اظهرك من ناحيه ايه يعني تعليقات الناس؟ تعليقات الناس بتبقى صعبه الصراحه يعني حتى انا كان صعبان عليا هم في الاولمبياد، ان الناس تقول لهم ان انتوا فشلتوا ان انتوا تتاهلوا ان انتوا ما عملتوش. لا زعلان طبعا، انا نفسي زعلان خلي بالك طبعا. يعني عارف الناس دي تعبت قد ايه يعني عشان انت واحد منهم، انت عشان توصل للاولمبياد، انت يعني الاولمبياد دي بتبقى رقم 16 اللي طلع
يعني 2016 فاهمك. فانت دخلت سيمي فاينل عشان تجيب الرقم عشان تروح الاولمبياد يعني انت كده جبت رقم السيمي فاينل بتاع السنه بتاع 2000 بتاع الدوره اللي قبليها. في متغيرات كتير طبعا يا ميشو. طبعا في متغيرات كتير وانت طبعا الدنيا بتبقى اسرع كل شويه اسرع يعني انا عندي سباق 200 متنوع اتحسن ثانيه و50 جزء فيعني خلي بالك الناس مش مستوعبه يعني ايه ثانيه و50 جزء يعني هو انت اللي مستوعب هم ابطال السباحه ان الثانيه دي ممكن نقعد فيها شويه سنين عشان نكسر ثانيه وثانيتين وثلاثه يعني ثلاثه دي لو كسرت ثلاث ثواني دي حاجه دي حاجه صعبه دي حاجه صعبه دي تبقى حاجه طبعا بتفرق على حسب السباق يعني يعني سباق زي علي خلف الله عنده 50 حره بجيب 21 94 تقريبا ف يعني هو اول عالم بجيب 21 17 21 10 حاجه كده فانت بتتكلم ان الفرق ما بين علي وما بين اول عالم 70 جزء عن ان احنا لما هنيجي نقول قول لي 70 جزء يتعوضوا في قد ايه في التدريب لا ده 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 دي حبه حلوين حبه حلوين صحيح هتفرق في حاجات كتير قوي بس في حاجات هتبقى تكنيكيه في حاجات فرق ستارتات في فرق في القوه نفسها في فرق في حاجات كتير قوي يعني غير طبعا يعني مش بيتفرج على كره القدم هو بيتفرج على كره القدم اهلي ولا اوروبا اهلي زمان على طول طول عمري يعني حتى كنت بمشي من مدرسه وانا صغير انا هيم اهلي في اليابان بقى 2006 والدنيا دي كلها ما كنتش بحضر المدرسه كنت بمشي من المدرسه عشان تتفرج على ماتشات الاهلي والله كانت والدتي كنت بقول لها انا لازم امشي من لازم اروح اتفرج على الماتش وكانت دي تاخدني كان الماتش الساعه 10 الصبح كنت بحضر اول كلاس وامشي قول لي بتابع محمد صلاح رايك ايه لا طبعا حاجه اسطوريه يعني انا نفسي نعمل حاجه زيه في السباحه يا رب باذن الله رب. اتمنى ده لكن اكيد في حياتك الاسره النهارده وهي شايفاك واقف كده ورافع اسم الاسره عايزه تقول لهم ايه النهارده يعني اقول لهم عايزه تبص للكاميرا عشان هم اللي شايفينك ايوه الكاميرا قدامك دي ما تبصليش انا انا بشكرهم على كل يعني على كل حاجه هم فعلا عملوها لي وساعدوني فيها وبس وانا دايما بحاول ان انا اعمل احسن نتيجه ممكنه علشان يعني اخليهم مبسوطين وفرحانين ورافعين راسهم لفوق كده ربنا يكرمك ودايما احنا كلنا فخورين بيك اخر سؤال هساله لك 2024 محمد سامي ميشو باذن الله هيكون فين ان شاء الله ميداليه بقى ان شاء الله يا رب باذن الله شرفتني ونورتني يا رب بجد سعيد ان انا كان معايا نجم كبير زي محمد سامي ميشو بطل من ذهب فعلا حقق ميداليات ولسه الطموح عنده كبير و2024 باذن الله بكل الكلام اللي قاله عشان ما نقولش كلام تاني وقال معسكرات وقال رعاه وقال وانا بضم صوتي وصوته واكيد المسؤولين سامعيننا ان شاء الله يكون متواجد هو وكل الكباتن في السباحه على منصات التتويج خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل نجم كبير اخر في العاب القوى ولاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر في الرمح كابتن ايهاب عبد الرحمن. اسم لمع في سماء مصر بعد ان حقق العديد من الميداليات الافريقيه والعالميه في العاب القوى وراهن عليه الجميع أن يكون ورقة مصر الرابحة في أولمبياد ريو 2016 إيهاب عبد الرحمن الذي تعرض لمفاجأة صادمة أدت لاستبعاده من دورة ريو 2016 في أزمة كانت حديث الشارع الرياضي المصري وقتها لكن بطلنا أصر على تجاوز هذه المحنة وعاد أقوى ليشارك في أولمبياد طوكيو 2020 الأخيرة وحصل على المركز 13 لأن قواعد التأهل لنهائي منافسات رمي الرمح تنص على تحقيق 83.50% نقطة أو على الأقل التواجد بين أفضل 12 لاعبا في الترتيب العام. حقق إيهاب عبد الرحمن نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي العديد من الإنجازات في مسيرته المحلية والدولية من أبرزها الحصول على الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى في الصين عام 2015 محققا بذلك الميدالية العالمية الوحيدة لمصر عبر تاريخها في ألعاب القوى كما حصد فضية بطولة إفريقيا لألعاب القوى في المغرب عام 2014 وأيضا فضية ألعاب البحر المتوسط في تركيا عام 2013 وفاز بذهبية دورة الألعاب العربية في قطر عام 2011 وذهبية بطولة إفريقيا لألعاب القوى في كينيا عام 2010 بالإضافة إلى الميدالية الذهبية
في الألعاب الفرانكفون. وفي دورة الألعاب العربية في مصر عام 2007 حقق عبد الرحمن الميدالية الفضية، وحصد أيضا برونزية بطولة إفريقيا للناشئين في بوركينا فاسو عام 2007. وحقق نجم النادي الأهلي 4 ذهبيات في الدوري المصري وذهبية كأس العالم للقارات، وفاز بالميدالية الذهبية مع منتخب مصر في منافسات البطولة العربية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. أما على المستوى المحلي فتربع إيهاب عبد الرحمن على عرش بطولات الجمهورية ل10 سنوات متتالية، ولا يزال ابن الأهلي يواصل كتابة التاريخ في أم الألعاب. سيظل اسم إيهاب عبد الرحمن في التاريخ مدى التاريخ. اسم إيهاب عبد الرحمن بطل نادي الأهلي وبطل مصر في الرمح 20 سنتي، فرقوا معاه في التأهيل للدور النهائي في طوكيو 2021 أو 2020. خلينا نرحب بضيفنا الكبير اللي معانا، اللي أنا بكون سعيد جدا وهنا وهو معايا في الهواء، كابتن إيهاب عبد الرحمن. كابتن إيهاب منورني ومشرفني. ربنا يخلي حقيقة كابتن، والله أنا اللي مبسوط إن أنا موجود مع حضرتك والله. صدقني لما في لحظة الأولمبياد ال20 سنتي دول أنا تعبت فيهم، يعني 20 سنتي. بالظبط. بس إيه اللي حصل؟ احكي لي. والله حقيقة هو أنا آخر واحد، يعتبر آخر لعيب متأهل الأولمبياد. تأهلت في آخر حاجة، في آخر يوم في الديدلاين، خلاص كان آخر يوم. آخر يوم. آخر يوم. وتأهلت آخر لعب في رمي الرمح. سبحانك يا رب. الحمد لله. طبعا هي كانت الدنيا شوية مش سهلة بالنسبة لي. أنا بقالي أكتر من 4 سنين، كنت خدت الوقف 4 سنين، وبعد كده جت كورونا 2020، برضو ما كانش فيه ماتشات وما كانش فيه منافسات. فكانت الدنيا بالنسبة لي صعبة جدا، كان زي تحدي، أنت إزاي هتقدر تتأهل، هتروح ولا مش هتروح. ناس كتير لما شافوني في الأولمبياد اتصدمت، يعني لعيبة كتير من طب خليني في العشرين سنتي عشان هرجع للخمس سنين، يعني الأسئلة معاك كتيرة بصراحة، الحوارات كتيرة، فخليني في العشرين سنتي. يعني 20 سنتي وأنا عارف اللي أنت قوي جدا، عندك إرادة قوية جدا، إيه اللي حصل في العشرين سنتي؟ والله الحمد لله، وأنا كنت ماشي 12، رقم 12 لعند رمي الأخيرة لعند آخر لعب، هو اتخطاني. ما كانش فيه نصيب شويه، ممكن برضو قله الماتشات، ما كانش عندي الخبره الكافيه بقالي 4 سنين موقوف، فكانت طبعا ما كانش فيه احساس الماتش اللي هو اقدر ان انا اتحكم في المسافه. فكان في حاجات كتير ناقصه. ناقصك بسبب بالظبط، كان في حاجات كتير ناقصة. لما لعيب يتوقف ماتش مستواه بيقل، لما يتوقف سنه مستواه يقل، لكن لما لعيب يقعد 4 سنين ويرجع تاني يلعب في الاولمبياد، ده اراده وتحدي مش طبيعي. والله حقيقة هو كان بالنسبه لي ده كان تحدي صعب جدا. اللي هو انا عايز ارجع، انا عايز اروح الاولمبياد ان شاء الله. ناس كتير كانت مؤمنه بيا، ودي كانت نقطه الفيصل. يعني كانت عايز تحكيها بالتفصيل عشان الحته دي بالذات يا إيهاب، يعني عند الابطال الصغيرين لازم يحسوا ويشوفوا لعيب ازاي كابتن كبير، بطل كبير، 4 سنين ورجع تاني في اعظم بطوله في العالم قدام الناس كلها ووقف فيها ولعب. بص يا كابتن، هي انا كان عندي ثقه في ربنا كبيره جدا ان ان شاء الله هقدر ارجع. الثقه دي كان اللي مديها اللي حواليا، اهلي في البيت كانوا هم اللي مديني الثقه، صحابي. ربنا كرمني بمجموعه عمل، يعني مثلا النادي الاهلي عمره ما سابني، ما تخلاش عليا من اول يوم، انا حتى من قبل الوقف، لا حتى في الوقف، على قد ما قادر كان بيساعدني بالطريقه اللي ما ينفعش يكون فيها حاجه غير قانونيه. كويس. بعد كده كلمتني شركه روابط، كلموني ووقفوا جنبي وتعالى واحنا هنقف جنبك ونساعدك وترجع، فاداني امل. الوزاره كلمتني، الوزير، مع الوزير الدكتور اشرف صبحي، اللجنه الاولمبيه للاتحاد، ففجاه لقيت نادي، اتحاد، وزاره، شركه روابط، اهلي، صحابي، كل الناس في ظهري. المنظومه حواليك اكتملت. بالظبط، كل الناس في ظهري، وكل الناس كلهم مقتنعين ان انا اقدر. كل الناس، مع ان كلهم كانوا مقتنعين ان انا اقدر اجيب ميداليه، وكلهم بيقولوا انت هتجيب ميداليه، مع ان انا عارف ان كلهم عارفين ان انا رجوعي ان انا اروح الاولمبياد ده في حد ذاته انجاز. كنا حاطين عليك امل في الميداليه بصراحه، يعني انا واحد من الناس كان عندي امل وانت بتلعب انت تجيب ميداليه بصراحه. والله انا كان عندي امل، انا كمان ارقامي في التمرين كانت تقول ان انا اجيب ميداليه. بس كان الوقت، الاعداد ما كانش كافي جدا بالنسبه لي بسبب الوقف، بسبب طبعا ان انا ما فيش ماتشات، مش عارف العب ماتشات. هو في الوقف يا هبنا ما بنلعبش ماتشات، ما ينفعش خالص، او ما ينفعش اتمرن على ملعب الدوله. اوف. وما ينفعش حد يساعدني بفلوس، كله من انت بتتمرن ده مقفوله، يعني انت سنجل من الاخر يعني لوحدك. بالظبط. كنت بره فين يا إيهاب؟
انا كنت بتمرن في الشرقيه في الوقت ده، كنت بتمرن في كفر صقر، في كفر صقر مركز شباب كفر صقر. كفر صقر بالنسبه لك ايه هي بلدك؟ هو ابن كفر صقر، خلي بالكم يعني كابتن ايهاب عبد الرحمن ابن كفر صقر، وانا عارف الشرقيه دي فيها كرم كبير جدا. ربنا يخليك بجد والله. ربنا يعني قول لي بقى عملت ايه في كفر صقر؟ هو انا اول طبعا الوقفه لما حصل، فاضطريت ان انا ارجع بلدي تاني قريه ناطوره مركز كفر صقر. كويس. وهناك الناس بصراحه رحبوا بيا، قال لك تعالى اتمرن اللي انت عايزه كله. بدات اتمرن واحده في واحده. جه برده حصل لي شويه عقبات شويه في النص. كويس. جالي اصابه كبيره في دراعي في كوعي، لفيت عليها كتير جدا. اللي يقول لي انت هتبطل، يقول لي مش هينفع تلعب. بعد كده جيت سافرت فنلندا، كلمت انا واحد صاحبي هناك. كويس. ورحت للدكتور هناك وعمل العمليه والدنيا كانت تمام. حتى انا بحكي له التقرير اللي معايا وكده، قعد يضحك، قال لي ده عادي خالص، ما فيهاش مشكله خالص، ده عمليه تنظيف يعني. والله حاجه سهله يعني. بالظبط. قال لي 4 أسابيع وتنزل تلعب ماتش عادي. وفعلا رحت 4 أسابيع نزلت ما فيش حاجه في دراعي. ما شاء الله يا جماعه، في ده انا بقالي 3-4 شهور عمال الف على دراعي. الف حوالي نفسي. بالظبط. فرجعت بعد كده بقيت مقضيها تمرين في الشرقيه عندنا. بعد كده ربنا كرمني اخر سنه جه الوقف اتشال من عليا. وبرده في الفتره دي برده قلت اما استفيد شويه، دخلت ماجستير، خلصت الماجستير ما شاء الله عليك، وشغال دلوقتي في الدكتوراه، المفروض ان شاء الله اناقش السنه الجايه باذن الله. هتبقى كابتن ايهاب ولا دكتور ايهاب؟ لا انا هبقى ايهاب عادي. طب قولي الماجستير في ايه يا ابو الاسمعت؟ انا عملته في البايوميكانيك. كان عندي مشكله في التكنيك عندي، فكنت عايز اعرف المشكله دي حلها ايه، فلازم عشان اعرف درسته لازم ادرسه. ما شاء الله عليك. فقعدت مع الدكاتره وناس صحابي، قلت لهم انا عندي مشكله في كذا كذا كذا، اعملها ازاي؟ قالوا لي احنا الطريقه الصح هنعمل 1-2-3، ومشيت على الطريقه والحمد لله شغال عليها. شغال عليها. واخدت ماجستير فيها وهتاخد دكتوراه فيها برضو ولا ايه؟ لا انا بقى دكتوراه بقى دلوقتي على التدريب. على التدريب اللي هو القسم بتاعي انا، قسم تدريب اصلا، تربيه رياضيه تدريب. ناوي لما بص انا مش عايزك اتكلم على التخطيط ده بصراحه، او بعد ما ايهاب عبد الرحمن ناوي تخش مجال التدريب؟ ان شاء الله باذن الله. تدريب ان شاء الله. خلينا نتكلم احسن وانت موجود دلوقتي معايا، والبطوله والبطولات اللي جايه عندك. اكيد في الوقت ده اللي انت كنت فيه موقوف كان الكلام معاك مختلف، نفسيتك احساسك كل ده، عايزك تحكي لي وشعورك على الموضوع ده. بص حضرتك، انا بقول حضرتك انا ممكن اكون محظوظ زي ما قلت لحضرتك، ان كان حواليا مجموعه كبيره كلهم بيساعدوني وكلهم واقفين جنبي وكلهم يعني نفسهم ان انا ارجع. فما كانش في، كان كل الناس، ما فيش حد بيحسسني ان في حاجه. كل الناس بتساعدني، كل الناس عايزاني ارجع، كل صحابي عايزيني ان انا ارجع زي الاول. اهلي في ظهري. طبعا قلت حاجة فجاه برضو اللي زود بالنسبه لي الدافع ان انا لقيت مؤسسه زي مؤسسه النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب دايما كان على تواصل. ما شاء الله. يا جماعه انت بتتمرن يا ابني؟ اقول له بتمرن. طب محتاج حاجه؟ والله انا كويس، انا لو محتاج حاجه تمام بتاع. فده كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. ان انت 4 سنين الناس واقفه، الناس واثقه فيك، الناس واثقه ان انت ما تعملش حاجه غلط، الناس واثقه ان ده خطا منك او خطا غير مقصود يعني. فدي كانت حاجه دافع كبير ليا ان انا ارجع تاني. شخصيه ايهاب عبد الرحمن شخصيه مختلفه. خلي بالكوا لازم ناخد من كلامه، بيقول انا 4 سنين وكنت محظوظ. محظوظ دي عنده يعني ايجابيات كبيره جدا، عنده اراده قويه جدا، عنده حاجات خليته يرجع تاني كابتن ايهاب عبد الرحمن. خلينا من كل ده وخلينا نرجع للتاريخ شويه ونفكرك، عشان انا عايز اوصل في الاخر لباريس ان شاء الله باذن الله. فخلينا نتكلم في تاني بطل العالم. تمام. مظبوط. تمام. شباب وكبار. وكبار. وكسبت كمان بطوله كاس العالم. كاس العالم. ايه الفرق بين كاس العالم وبطوله العالم؟ بس نعرف الناس. تمام. كاس العالم ده بيبقى كل 2 من كل قاره، احسن 2 من كل قاره. كويس. بطوله العالم دي كل الناس بقى لها رقم كده، اللي يتاهل بيروح. يعني كاس العالم هي اقوى من بطوله العالم؟ يعتبر اقوى حاجه بطوله العالم. بطوله العالم هو كويس. كاس العالم يعتبر بنفس القوه، ان انتوا اقوى 2 بيبقى موجودين من كل مكان. اقوى 2 من كل مكان ده اقوى كتير. بالزبط. لكن اي حد تاني يخش بطوله العالم ده رايي بصراحه. والله حضرتك بص، والله حضرتك على حاجه، احنا عندنا في العاب القوى المشكله ان احنا لعبه رقميه، فالموضوع صعب. كويس. كل حاجه صعبه يعني. رقم القوى اللي بيحدد عليك انت هتكون فين في الوقت ده. فعشان كده انا عن نفسي بشوف بطوله العالم اصعب شويه. كويس. بسبب ان العدد كبير، ضغط اكتر. ممكن واحد يعمل مفاجاه. فانت بتبقى قاعد مستني اللي حواليك يعملوا مفاجاه. انما في بطوله العالم، في كاس العالم، هم 6 أو 7 انت عارفهم، دول اللي بيلعبوا معاك على طول يعني. لما رحت طوكيو قلت لي ان الناس كلها اتفاجئت بوجودك
والناس كانت وشها مختلف معاك. بالظبط. انا في الاول خالص قبل طوكيو حاولت ان انا اسافر العب ماتشات بره مصر. كويس. مفيش حد ساعدني عشان ابقى صريح مع حضرتك. كويس. يعني بعدني الصراحه بعدت الماتشات يا جماعه. طب انا عايز اجي العب. مفيش. طب يا جماعه انا عايز اجي اعمل معسكر. مفيش. قفلوا الباب عشان هم عايزين يكسبوا. لا مش كده برضو. هم في عنصريه شويه في حته يعني. معينه. كويس. تمام. نعدي دي. بالظبط. قلت برضو لا. قلت لا الحمد لله برضو. كويس. انا مش هستسلم. انا عندي حلم هفضل ماشي وراه. ربنا كرمني رحت جنوب افريقيا. الناس هناك استقبلوني استقبال كويس جدا. قلت برضو في امل. الدنيا مزبوط. كويسه. رحت هناك فكان كل الناس اول ما شافوني انت ازاي جيت. انت خمس سنين ما بتلعبش ماتشات. احنا في ناس بتلعب طول السنه وما تاهلوش يعني. في لعيبه جامده ما جاتش ما عرفتش تيجي. انت ازاي عملتها؟ فقلت لهم والله انا جاي وكان نفسي اجيب مدرب. كنت زعلان جدا. انا فاكر فترة كنت زعلان جدا وقاعد بتاع. فواحد قال لي انت ما تزعلش مدرب. قال لي انت وجودك هنا بعد خمس سنين ده انجاز. اعجاز. قال لي اعجاز. قال لي وما لعبتش ماتشات. يعني انا مثلا اتاهلت من خمس ماتشات لعبتهم. وهو اصلا القانون بتتاهل من خمس ماتشات. يعني انت متخيل حضرتك انا اتاهلت من خمس ماتشات من خمس ماتشات اتخذت الفرصه بتاعتي. هي فرصه واحده تروحتها. فالناس كلها قالت لي انت بس عندك مشاكل في التكنيك في حاجه معينه وبتاع. وانا شغال عليها دلوقتي. يعني هو ده اللي انا شغال عليه دلوقتي. شغال عليه دلوقتي. اكيد في حياه البطل زي ما بنتكلم على افراح وانجازات اكيد بيكون في صعوبات. وصعوبات سيبك من موضوع الوقف. تمام. صعوبات قابلتك في الطريق. ايه الصعوبات اللي قابلت ايهاب عبد الرحمن لغايه ما وصل لبطوله العالم او كاس العالم؟ والله بص هي الاصابات اكتر حاجه صعبه. وكانت البدايه خالص من اول خالص اول ما بدات وجيت القاهره هنا جيت النادي الاهلي كانت الدنيا صعبه. كنت لسه صغير. جيت النادي الاهلي كام سنه؟ انا جيته في 2006 كنت حوالي 16 سنه 17 سنه حاجه كده. جيت ازاي؟ انا كنت بلعب بطوله مدارس. المدرب بتاع كفر صار الكابتن احمد كامل شافني قال لي تعالى انت عايز 4%. قلت له عادي فوق رياضي طبعا. بتاع برمح. احنا لا في الوقت ده كنت بلعب كوره مع الناس. كوره. عادي. لا طب انت بص معاك كلام كتير. انت بتعرف تلعب كوره؟ على قد يعني. لعيب جامد؟ مش قوي يعني بس. طيب. بحاول. بتحاول. طب هنتكلم في الكوره في الاخر بس. خلينا في دي اتفضل. فقال لي انت محتاج درجات تفوق رياضه. قلت له اكيد طبعا محتاج تفوق. مين في ثانويه عامه مش محتاج وكده؟ طبعا. فقال لي طب تعالى معانا. فقال لي تعالى لي ثاني يوم الساعه 8 الصبح. قلت له حاضر. كويس. رحت 8 الصبح لابس بنطلون خروج والدنيا وتمام. اترك رايحين بطوله. قال لي اعمل زي اللي بيعملوه. نعم. بالظبط. والله العظيم. يعني اعمل زي اللي بتعمله. اي حد يعمل حاجه اعمل زيه. كويس. رحت عامل ثاني في كل حاجه. ورا اللعيبه بتاعته. لعبت ايه؟ كل حاجه. يعني لا لعبت رمح. لعبت جله. لعبت قرص. لعبت وسب. السبات. بس عشان يبقى الكلام بس ابقى فاهمه كويس معاك. يعني انت رحت هناك ما كنتش ولا مسكت قرص ولا جله ولا اي حاجه. ولابس لبس خروج. كمان. ما اعرفش اي حاجه. ورحت عملت كده. قال لي احنا بنلعب 4 مسابقات هنا. وسب من السبات. وجله وقرص ورمح. اللي يعمله اعمله. كابتن مين بقى؟ كابتن احمد كامل. احمد كامل. ده علامه في تاريخك. ده نقطه. بالظبط. في تاريخك مهمه. طبعا ليه فضل عليا بعد ربنا. بعد كده عملت تاني في كل حاجه. قال لي خلاص انت تيجي والمدارس. بدات اتمرن رمح. رحت بقى شافني كابتن محمد نجيب مدرب النادي الاهلي. تمام. قال لي يا ابني انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. هو من عندكم برضه الشرقيه؟ من الشرقيه. من الشرقيه صح؟ قال لي انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. قلت له حاضر. يعني ما كنتش لعبت يا ايهاب؟ ده خالص. وشافك قال لك انت هتبقى بطل عالم. ما شاء الله. بس انا بقى ما كنتش مقتنع بده كله بقى بصراحه. جواك. انا عملت اول جمهوريه مدارس بس مش كنت مقتنع بده كله خالص. كنت مقتنع بايه ساعتها؟ انا مقتنع ان انا فجاه هبطل بعد الثانويه. عادي زي اي حد. والله. بابا هيقول لك دراسه ثم الدراسه. بالظبط. والله هم كانوا بيشجعوني والله. ففجاه لقيت بيقولوا لي ده النادي الاهلي عايزك. وكان في 3 انديه معاه. قلت له اهلاوي. كنت اهلاوي؟ قلت بس دخلوني جوه النادي. قلت اروح ادخل جوه النادي واطلع. حصل مشكله بيني وبين الكابتن احمد كامل في حوار النادي الاهلي ده. اشمعنى؟ انا استقتلت. ايه؟ استقتلت. قلت انا رايح النادي. ايوه ليه؟ هو كان عايز كان ايه النادي ايه تاني كان عايزه؟ كان في وقتها الشرطه. وكان في وقتها فاكر ربي كان نادي تقريبا مؤسسات حاجه كده. المؤسسات العسكريه اكيد. فانا ما طيب. كنتش عارف حاجه. هو كان عايز يوديك ايه؟ هو لا هو قال لي استنى اما نشوف العرض الكويس. فانا قلت له لا انا اروح الاهلي. اول ما سمعت الاهلي قمت جاري. قال لي يا ابني ده كان ايام قال لي اللائحه بتاعت الاهلي هتلاقيها اضعف. قلت له اضعف اجمد اكبر انا رايح الاهلي. مفيش لائحه. ما عندكش مش شايف حاجه قدامك خلاص. انا رايح الاهلي.
يا ابني قلت له لا وديني الاهلي وخلاص. وانا كان كل تفكيري هدخل جوه النادي اقعد لي شهر 2 3 اكيد مش هكسب حد هيمشوك وهمشي. بس مش هم اللي هيمشوك انا همشي. انت اللي هتمشي سبحانك يا رب عشان الدراسه وكده يعني. ها فدخلت كابتن محمد قال لي انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. قلت ما اجرب اشوف ادي نفسي شويه. فجاه لقيت نفسي كسبت ال 20 سنه وال 18 سنه وكسبت الدرجه الاولى. وانت 16 سنه وانا 18 سنه وانت 18 سنه كويس. قلت ايه ده؟ قلت بقى خلاص كمل بقى. فكملت رحت عملت لما كسبت الامل جالك خلاص. لا انا قلت بقى خلاص بقى انت فشلت في التعليم بقى. فشلت في التعليم ما شاء الله ماجستير ودكتوراه يعني احنا بالنسبه لنا تعليم بقى كليه طب بقى هندسه حاجات زي كده بقى انت تربيه رياضيه. الوالد او الوالده كان دايما بيقول لك عايزك تبقى مهندس او دكتور؟ بصراحه بصراحه والدي كان والدي كان عايزيني دكتور. والنهارده بيقول لك ايه؟ هم دلوقتي عايزيني ابقى اجيب ميداليه اولمبيه واكمل الدكتوراه. كلنا عايزين كده. كل حلمهم ان انا اكمل الدكتوراه واجيب الميداليه الاولمبيه. يعني مش شرط المهندس او الدكتور هو الاهم، لكن الميداليه الاولمبيه مهمه جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت زي ما شايفين قدامنا نموذج واضح بيقول انا كان عايزين داخلين هندسه وطب وبعد كده ما شاء الله النهارده ماجستير ودكتوراه، شرف كبير جدا. وكل الاسره النهارده بتسبورت ان هو يجيب ميداليه رياضيه. نكمل يا ايهاب. فبعدها رحت بقى كسبت بطوله العالم 20 سنه عملت تاني. فبرضه كنت زعلان جدا بقى. انا بقى ماشي عمال اكسب فازاي اخسر. كابتن عادل انت مش، فانا مش فرحان. فقلت له في واحد كسبني وبتاع. فقال لي يا ابني انت في بطوله عالم انت بتهزر. ما فهمتش ده بقى غير مثلا في 2011 مثلا. اتعلمت ده في النادي الاهلي انت ما بتخسرش. بالظبط خلاص بالظبط بقيت ماشي بقى طبقا لقوانين النادي الاهلي ان احنا بنكسب بس. بالظبط انت كل الماتشات بتدخلها بتدخل تكسب. كل حاجه بتدخلها يمكن حياتك فاكر حياتك كنت بتعدي علينا في النادي الاهلي تلاقيني اخر واحد طالع من الملعب الصح. انا فاكر كويس جدا. انا يا جماعه هو ايهاب بيتكلم في النقطه. انا كنت بشتغل في النادي الاهلي طبعا ففعلا كنت ببص عليه واشوفه فعلا كان بيطلع 11 و12 بيه لوحده بس. اتفضل. وكان اوقات المطر الجو يمطر علينا نفضل نتمرن. فكابتن محمد يقول لي بس اللي كان بيديني دفع كابتن محمد في وقتها هتبقى كويس. وفجاه لقيت نفسي بقيت برمي كويس. فقلت انا هكمل بقى. بترمي حاجه ثانيه؟ لا خالص ورمح بس. طيب خلينا بس معانا تليفون مهم هنروح معاك طبعا. معانا على التليفون رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي الكابتن ياسر داوود. مساء الخير يا كابتن ياسر. مساء النور عليك يا كابتن خالد اخويا وصديقي العزيز. ربنا يخليك يا حبيبي. اشكرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن ماشي الامور تخير. ماشي الامور. اخبار العاب القوى ايه في النادي الاهلي؟ والله زي ما انتم متعودين دايما الحمد لله كويسه في المقدمه الحمد لله. يا رب يا رب دايما انتصارات ودايما انجازات. بس معانا النهارده نجمنا اللي احنا كلنا بنفخر بيه في النادي الاهلي ومصر كابتن ايهاب عبد الرحمن معانا النهارده. تقول له ايه؟ العريس بتاعنا ده اولا هو حبيبي على المستوى الشخصي، ثانيا هو يعني نجم مصر ونجم النادي الاهلي يعني اكيد برضا ومحبه الجميع. مش هو عايز اقول اكتر من كده يعني الراجل نجم ومحبوب وهو رقم واحد في مصر. طيب قول لي هو رقم واحد في مصر ونجم ومحبوب كابتن ايهاب عبد الرحمن خارج الملعب، عايزك تكلمني عليه خارج الملعب. سيبك من الملعب كلنا شايفينه، لكن بره الملعب ايه اللي الطريقه الكلام الاسلوب التعامل كل ده؟ عايزك تحكي لي موقف حصل بينك وبين ايهاب مهم في الحياه. والله طبعا انا يعني الذاكره مش جاهزه دلوقتي موقف، انما هو بره الملعب هو شخص ودود جدا و مش عايز اقول خجول عشان ما يتغرش. انما هو شخصيه فعلا تحب تقعد معاها، تحب تصاحبها، تحب تطلع معاها رحله، تحب تقعد معاها في كافي شوب. يعني انسان طيب مع الكلمه، راجل متربي مهذب. يعني في مواصفات البطل المصري اللي احنا بنفكر فيه يعني. ده اكيد شيء مهم جدا، بس اكيد برضو احنا بندور على حاجه ثانيه هنجهزه زي ل 2024. هو طبعا احنا بنتابع يعني انا معاك في دي. طبعا احنا بصراحه يعني طوكيو كنا بنتعشم ان احنا نخش بس مركز متقدم مش اكتر، مش ميداليا. وكل يعني احنا كنا عارفين كده من مش بينا وبين بعض يعني كنا عارفين كده. انما طبعا ان شاء الله ربنا يسعد في باريس بقى يعني احنا ان شاء الله متوقعين له خير. وايهاب يعني بعد التوقف الاربع سنين ده لما يرمي 184 دي حاجه مش عايز اقول انجاز انما حاجه ممتازه. وهو حاليا يعني نقول كفت او في توتال في اللياقه العامه او الاداء او التدريب احسن بكتير من الاول طبعا.
احسن من السنه اللي فاتت، احسن من قبل طوكيو بشهرين ثلاثه. وبيتمرن بجد كانه يعني اول مره داخل بطوله. وحتى هو من اسبوعين كان حصل له كده سبرين انكل، توقف انكل رجله وارمي يعني، لا اهتم وراح للدكتور ورحنا جلسات، وفي خلال مثلا يومين ثلاثه كان في الملعب ثاني. طب انا بص برضو، بص يا ياسر انت حبيبي انت عارف، فانا برضو هرجع نفس السؤال عشان انت بتجري مني، احنا هنساعده ازاي وهنجهزه ازاي لطوكيو؟ البلان اكيد هتقعدوا مع بعض وفي بلان هتحطها، اكيد النادي الاهلي بيساعد بجزء واكيد الاتحاد المصري بيساعد بجزء، اكيد يعني كلها في الاخر عشان نوصل للنتيجه اللي احنا كلنا عايزينها. هو طبعا احنا حضرتك عارف دلوقتي احنا في موسم انتخابات، وان شاء الله في اول مرحله من مراحل الاستقرار بتاعنا كنادي وكاتحاد. مظبوط. إيهاب طبعا هنقعد بنعمل له خطه وهنكملها باذن الله في اول يناير الجاي. وبرضه يكون يوم 5 ان شاء الله الشهر الجاي يكون عرفنا الاتحاد بتاعنا الرئيس والاعضاء. وهنبتدي نتواصل معاهم، وهم عايز اقول هو التواصل موجود، انما طبعا لما يقعدوا ويستلموا المسؤوليه بتاعتهم هتبقى الحاجات بقى هتقنن، وهنكتب ورقه وقلم. ان هم طبعا يعني حتى دلوقتي الساده اللي هم مرشحين كاعضاء وكرئاسه عندهم خبر، واحنا بنتواصل معاهم على اساس ان احنا هنعمل خطه جيده لإيهاب، لان طبعا احنا هم واحنا وكلنا عندنا امل ان هو ان شاء الله يحقق مدى. كابتن ياسر داوود بنشوف، شكرا جزيلا كنت معانا النهارده. خطه مهمه، وخلينا بقى اقول لك انت بقى الجزء الاهم في الموضوع طبعا. مين بيرسم الخطه، انت المدرب ولا كلكم بتقعدوا بعض وتتكلموا؟ هو تقريبا يعني كلنا بنقعد مع بعض. كويس. هو كابتن محمد بيحط الخطه. كويس. وبعد كده في اللي هو في مانجر بره بيحط خطه الماتشات. كويس. وبنقعد مع الاتحاد نظبط خطه المعسكرات. كويس. بعد كده بنقعد مع بعض بقى نحطها بنظبطها كلها. وبعد كده بناء عليها بتطلع الخطه للنور بقى. بتطلع الخطه للنور. شايف ان احنا سنتين ونص يا هاب بصراحه شديده كفيله ان انت توصل للنقطه اللي احنا عايزينها؟ بص الله يحييك على حاجه، انا السنه اللي فاتت ادتني امل فعلا ان انا فعلا اقدر اعمل حاجه. السنه اللي فاتت انا ان انا بعد كده ارجع من ده كله ان انا ارمي وابقى متواجد. فده يعني خلاني احس ان انا فعلا اقدر ان انا في الاولمبياد اعمل حاجه، وان السنتين دول كافيين ان شاء الله ان انا ابقى موجود في وسط الثلاث ميداليات ان شاء الله. طيب طلعت دكتور او ما شاء الله دكتوراه. طيب. وهرجع تاني لنقطه مهمه في الحياه، دور العيله ودور الاسره. طيب. ودور الزوجه طبعا، والاب والام وماما وهي شايفانا النهارده، الوالده اللي هي بقى يعني الاساس بقى طبعا. في الموضوع نتكلم على دور الوالده، واكيد هي سبورت قوي جدا لان هي الحضن الحنين بالنسبه لك. بص عليك، انا بقول لحضرتك انا دايما محظوظ، انا الحمد لله دايما باخد اي حاجه بلاقي ربنا بيديني حاجه قصادها كويسه جدا. يعني انا عندي والدتي من اول يوم بدات اللعبه دي، وهي اكتر واحده كانت مقتنعه ان انا ربنا هيكرمني واعمل حاجه كويسه فيها. اضحكك؟ تمام. والدتي كانت نفس الكلام. والدي ربنا والدتي رحمه الله عليها كانت هي المقتنعه. تمام. ووالدي ربنا يديله الصحه وطولة العمر بيقول لي روح يا ابني ذاكر يا ابني، بس كان في الوقت زمان انت فاهم يعني. طبعا. اتفضل. والدي بقى ليا موقف معاه ما بنساهوش خالص. حلو قوي. يعني يمكن ده يعني هو ووالدتي الموقفين دول اللي خلوني انا موجود عند حضرتك دلوقتي واللي انا اكون فيه ده. يا رب. كنت انا لما اتنقلت النادي الاهلي فما كنتش فاهم حاجه بقى، وقعدت اذاكر الثلاث شهور اللي باقيين، فقالوا لي تعالى ده في بطوله عندك هنا تعالى العبها. بطوله فين؟ في مصر تبع النادي الاهلي في القاهره. فركبت ورحت وكده، فرحت عمال كان المدرب بتاعي قال لي احنا هنعمل خطه، طبعا الكلام ده ما مش موجود في رمح، فانا مشيت وراه وخسرت عملت رابع. فروحت البيت قابلت وانا مروح ابويا قال لي لا مش هنروح، تعالى هنتعشى في مكان كده. قلت له ماشي. رحنا، فانا راجع انا من طبيعي ما بنامش في مواصلات، فتعبت ما بنامش زي فاليوم ده تعبت وبتاع. فالمهم قاعد زعلان كده وبتاع، فابويا بيقول لي بص قال انت عايش في الحياه دي تجرب، قال لي مش هتخسر حاجه، ايه المشكله؟ انت لسه كسبان بطوله الجمهوريه صح؟ قلت له صح. قال لي انت بقالك ثلاث شهور او اربع شهور بتذاكر عشان الثانويه و ما بتتمرنش؟ قلت له تمام. قال لي هم كلهم بيتمرنوا صح؟ قلت له صح. قال لي طب انت عايز تكسبهم وانت ما بتتمرنش؟ فقلت له يعني، قال لي يعني الحياه كده يا ابني، هتطلع وتنزل وتطلع، بس النزله دي هتطلعك اكتر قدام، عشان كده ركز في تمرينك وركز في حياتك، واحنا كلنا معاك، وما تفكرش في الخساره دي خالص، خلي الخساره دي دافع ان انت تبقى كويس. واليوم ده وانا مروح انا نمت على كتف ابويا طول الطريق من التعب. فرجعت والدتي قالت لي نفس الكلام، ما كنتش عايز تزعلان ليه؟ لا خالص، كانت والدتي في البيت. انا عارفه.
طب انت زعلان ليه؟ انت كذا كذا نفس الكلام. فقلت لا، انا طالما هم مقتنعين بيه انا لازم افرحهم. والدتي وجت اختي قالت لي انا نفسي اتباهى بيك واحس ان اخويا عمل حاجه كويسه. قلت لهم خلاص ماشي. ربنا كرمني بعد كده ان انا مراتي بقيت كده. مراتي جت مش في دماغي ان انا ابقى كويس، لدرجه ان انا بعد الفرح بتاعي سافرت معسكر ب10 ايام. انا فاكر الموضوع ده كويس عشان حضرت الفرح. طبعا ده كان شرف ليا والله. ده كان شرف ليا والله حضرت الفرح. بعد كده ربنا كرمني وخلفت. برضو مراتي قالت لي روح ما تخافش عليا وما تخافش على حمزه وما تخافش على حد، وروح انا عايزين ميداليه، روح انا عايزك تروح الاولمبياد. ما شاء الله عليك. بصراحه ورحت معسكر وسبت ابني بعد مثلا بعد الميلاد بحوالي 20 يوم. فلا انا مراتي عايز اشكرها جدا جدا. هنتكلم. بص هخليك تشكر شخص شخص فيهم. تمام. فتبص بقى للكاميرا وتاخدهم واحد واحد. تمام. عشان الشكر عندك كتير بصراحه. طبعا. لا فيعني خليني انا هسيب لك الهوا والكلام زي ما انت عايز. انا الوالد اول حاجه انا نفسي اشكر والدي جدا جدا، ونفسي اعمل له حاجه تفرحه. نفسي اخليه فخور دايما. والدتي نفسي اعوضهم، نفسي اعوض والدتي على التعب والمجهود والاذى اللي انا نفسي اللي انا اذيته لهم. عمرك ما اذيتهم نفسي، ما زعلتش مني بقى. انا بقى كلام بصراحه. لا انا اقول لك، انا كنت بشوف وقت الوقف والدي ووالدتي بيضحكوا في وشي، بس من ورا هم تعبانين. طبعا اكيد انا معاك. فكان ده بالنسبه لي انا اذيهم، وانا مش حابب ده. دايما حابب اشوف الفرحه على وشهم. حابب اشكر طبعا اختي. طبعا انا هجيب مراتك في الاخر وحمزه معلش. تمام. خلينا في اختك اللي انت برضه سبورت. طبعا اختي انا بشكرها جدا جدا، وقفت معايا في الاوقات اللي انا كنت فعلا محتاج ان حد يقف في ظهري. كانت يعني كانت اخت واخ. ما لعبتش يا رب. لا هي ما لعبتش دعوه بالرياضه. ما لهاش دعوه بالرياضه خالص. بس هي كانت اخت واخ في نفس الوقت. هي بتشجع ايهاب عبد الرحمن بس. بالظبط. هي ما تعرفش حاجه في الرياضه غير ايهاب عبد الرحمن. اللي هو لازم يبقى كويس. ما شاء الله عليك. الزوجه بقى. الزوجه طبعا هي اللي بتعمل لك الاكل والشرب. خلي بالك برضو لازم تظبط الاداء. انا تعبها كتير معايا جدا جدا جدا. بس فعلا والله يعني انا مش عارف اقول لها ايه غير يعني ربنا يخليها لي ويحفظها لي يا رب. ربنا يبارك لك فيها هي وحمزه واهلي كلهم يا رب. يا رب. وحابب برضو اشكر النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره كلهم بلا استثناء عشان ما انساش حد خالص. الجهاز عندنا كابتن ياسر داود، كابتن محمد نجيب مدربي اللي دايما تعبان معايا، صحابي كلهم بلا استثناء اللي وقفوا في ظهري واللي دايما كانوا مقتنعين بيا. الشكر بقى ده بالنسبه لي هو مش شخص، هي شركه. قولي وانا موقوف. قولي وانا موقوف. مقتنعين بيها عبد الرحمن. كابتن شركه روابط. وطبعا معهم الراعي بتاعي البنك الاهلي. اشكرهم جدا، واشكر مع الوزير دكتور اشرف صبحي، واشكر اللجنه الاولمبيه باشمهندس هشام. وانا بشكر حضرتك ان حضرتك دايما سبورت ليا من اول ما رجعت وقبل ما ارجع ومن ايام النادي الاهلي من وانا كنت صغير. انت عارف يا هبي يعني انت عندي ايه؟ انا نفسي اشوفك بصراحه ولابس ميداليه اولمبيه ان شاء الله. انا واثق تماما ان انت هتلبسها. انا في حاجه عايز افكر حضرتك بيها. لو حضرتك تفتكر زمان لما كنا في النادي الاهلي كان الامن بيجي يخرجنا عشان بعد الساعه 12 ممنوع. وكان في ضلمه. حضرتك كنت بتقول لا خليهم يتمرنوا. صح. حضرتك تفتكر. فاكر كويس جدا. فانا بشكر حضرتك جدا لولا حضرتك ان حضرتك في ظهري في الوقت ده وانا صغير. انا كان زمان ممكن اكون بطلت دلوقتي. فيا رب ربنا يقدرني واقدر اعمل حاجه كويسه هفرحنا. افرح حاجة. صدقوني بجد والله ايهاب عبد الرحمن الثلاث دقائق دول حاجه من القلب، حاجه بيطلعها. انا سبته يتكلم لان فعلا دي حاجه من قلبه لاسرته اللي هي ساعدته. طبعا. وزوجته وابنه والوزاره والنادي الاهلي وكل الناس. واحنا كلنا امل في ايهاب عبد الرحمن ان هو وجه رسائل ليهم، لكن احنا كمان معانا رسائل من جماهير الاهلي لايهاب عبد الرحمن. خلينا نشوفها معاكم وترجعوا لنا مره ثانيه. باجتهادك وتدريبك ومواصلتك على ان انت ترفع مستواك نطمح ان انت كده ان شاء الله تجيب لنا مراكز احسن. ربنا يوفقه دايما وربنا يجعله في العلالي ويكسب دايما ويشرف مصر ويشرف بلدنا. أقول له ألف ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله، والمرة الجاية إن شاء الله يكون أفضل وأحسن. نتمنى يا رب إن مصر كلها والنادي الأهلي يبقى فيه
مش 100 واحد، 1000 واحد زيه كده ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق والسعاده دايما يا رب. اتمنى لك يا رب دايما ان انت دايما ترتقي وتبقى احسن لاعب في العالم العاب قوى يعني، واحنا النادي الاهلي بنفتخر بيك وبنرجو ان شاء الله ليك كل خير، وتحياتي ليك ولاسرتك والف الف مبروك. زي ما قلت لكم ده مش رايي ولا راي الاسره، ده راي الجماهير كلهم بيفتخروا بإيهاب عبد الرحمن، وعايزين تكون احسن في العالم ان شاء الله. ربنا يقدرني ان شاء الله افرحهم كلهم ان شاء الله. هتساعدنا ان شاء الله. الطريق اللي جاي صعب ان شاء الله؟ لا، الصعب عدى. الصعب عدى. الصعب عدى. برافو عليك. يعني الطريق اللي جاي 2024، سنتين ونص إيهاب عبد الرحمن، اصرار وتحدي. بالظبط. خلاص نويت. بالظبط، هو مفيش هزار، مفيش هزار ان شاء الله. الفتره الجايه دي خلاص الصعب فعلا عدى. هي كانت الفتره الصعبه بالنسبه لي ان انا ارجع، وطالما رجعت خلاص الموضوع انتهى ان شاء الله باذن الله. خلص الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله. مواقف طريفه في حياه إيهاب عبد الرحمن. تمام. لازم اكيد بينك وبين اصحابك، انا عارف برضو بتوع العاب القوى يا جماعه، برضو هقولها بصراحه، بتوع العاب القوى اخويا جسما ما شاء الله عليهم، يعني في هزار، في مواقف، في موقف اكيد ما تنساش مع حد. هو في موقف طبعا انا عمري ما انساه، ما ينفعش انساه اصلا خالص. كنا في معسكر، وبعدين كان الاوضه اللي احنا فيها دي ما كان هي الوحيده اللي ما حدش بيسكنها خالص. ليه؟ الاوضه دي كان توفى فيها لعيب، لاعبين، واحد اتوفى بكهرباء اتكهرب، والتاني كان مش عارف حصل. انت كان فين ده؟ كان في المركز الاولمبي. كويس. وكنا في رمضان كده. انت خلصت على المركز الاولمبي؟ لا، ده القديم مش دلوقتي خالص، ده كلام زمان خالص يعني قبل ما يتجدد. فهي ما فيهاش حاجه، فكان المركز مليان والاوضه دي اللي فاضيه وكل الناس بتقلق. كان لسه اللي هو المتوفي بالكهرباء ده متوفي قريب. فانا قلت لا يا عم انا هقعد فيها، ما فيش حاجه، انتوا بتهزروا يعني وبتاع، والاوضه المركز عادي. فواحد صاحبي عمل لي ايه بقى؟ فهم اتفقوا مع فريق، كان فريق الهاندبول الاوضه اللي جنبي، فاتفقوا معاهم. اتفقوا مع الهاندبول. سالني انا، ما انا اقول لحضرتك بقى. قعدوا يومين، ابانا نايم كده ومطفي التكييف، اصحى الاقي التكييف شغال. اتاري هم متفقين كانوا بيدخلوا وانا نايم طبعا من التعب انا ما بحسش. طبعا يشغلوا التكييف او يطفوا ايا يكن، اي حاجه بعملها من عكسها. عكسها على طول يومين كده. يا جماعه لا اكيد ما فيش حاجه. المهم في الاخر فكان معانا واحد من نوبه كده جميل هو، فدخل راح مطفيين النور كله وراح حاطط فوطه بيضاء عليه. الله. بعدين دخل قعد كده، لقيت حد بيمشي على دراعي على ظهري كده وبتاع، فبصيت له. فطبعا انا نسيت كل حاجه في حياتي، انا نسيت كل حاجه في حياتي. قمت اجري لسه بنط من الدور الثالث، لقيته قاعد يضحك. انا فاكر الموقف ده قسما بالله، انا تقريبا نزلت اجري ورا المركز كله. الدور الثالث؟ بالدور الثالث يعني حطيته بالدور الثالث يا هاب؟ ما اصل انا صحيت بصيت له كده فما شفتش حاجه، لقيته هو. فبصيت على الشباك لقيت الشباك مقفول، رحت بصيت له ثاني وراجع قايم باصص ورا كده، لقيت الباب مقفول. طب هعمل ايه؟ ما كل حاجه مقفوله خلاص. وبصيت له كده، طب وقعد عمال ابص له مش قادر اطلع كلمه، لا قادر اقرا قران ولا قادر. والله كنت هنط من ده، طلعت اجري وراه. انا فاكر انا فضلت اجري وراه من الخوف لحد ما وصلت عند موقف عرب المعادي. لا 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 والله العظيم. وعملت فيه لما مسكته؟ مسكوني كلهم، مسكوني بقى عشان ما عملتش فيه حاجه. كنت هتموته يا هاب؟ كنت لو كنت طلته كنت بهجلته. المشكله بقى ان هو كان لعيب جري وانا لعيب رامي، فاستحاله الحقه طبعا. فتقريبا انا كنت خلاص هجيبه. كنت هجيبه، ما اعرفش السرعه دي جت منين بصراحه. ربنا خلاص. والواد يجري ويضحك والناس عماله تجري ورايا يمسكوا فيا. قلت لهم انا بضحك على الموضوع. المشكله مش في ده كله، المشكله ان احنا كنا في رمضان، فاكيد ما فيش الحاجات دي في رمضان. يعني دي كانت بقى النقطه الثانيه. الموقف ده لا. ده موقف جميل جدا جدا جدا. علاقتك بكرة القدم؟ انا بحب بصراحه، انا بحب اتفرج على النادي الاهلي، بحب اتفرج على يعني انا كنت من اوروبا شويه، كنت تبع ليفر، كنت تبع ريال مدريد، بس دلوقتي ليفربول بصراحه عشان محمد صلاح خالص. عشان محمد صلاح ما تشجعش ريال مدريد خلاص، هو محمد صلاح بالنسبه لك. بالظبط بالظبط. بتستمتع بيه في الحياه وفخر لينا كلنا ان احنا كل العالم بيتكلم عليه. بالظبط. هو سهل كل حاجه لينا، حسسك ان الصعب بقى سهل. حلوه قوي الكلمه، سهل كل حاجه لينا. محمد صلاح كان بيطلع من نجريج لغايه المقاولين العرب، ايهاب كان بيجي من كفر صقر نفس الكلام. احكي لي المشوار ده كنت بتمشيه ازاي؟ انا كنت باجي المواصلات من عندنا من كفر صقر، اركب لعند موقف العاشر، ومن موقف العاشر باجي للنادي الاهلي. ده كان بياخد منك وقت كبير. ساعتين لعند موقف العاشر رايح جاي، رايح جاي ساعتين رايح جاي. اربعه في اليوم. خلي بالكوا الابطال بتخلق في الصعب، الصعب اللي هو عمله في حياته اي لاعب، وقدامنا طبعا مثال حي قدامنا كابتن إيهاب عبد الرحمن،
ان الساعتين دول والساعتين دول هي الاراده والتحدي والتصميم وقتل الصعاب بيخلص على كل حاجه. اتفضل يا كابتن. فهو سهل كل حاجه يعني. اللي بقى صعب يعني مثلا اي واحد دلوقتي لا مش صعب ان انا اروح واكسب وابقى كويس مع محمد صلاح عملها يبقى احنا نقدر نعملها. احنا اكيد نقدر طالما هو قدر يبقى الموضوع مش كان صعب. هو بس اصرار وشغل وان كل واحد بيشتغل على موهبته وبيشتغل على نفسه وبيركز للحاجه اللي هو عايزها وما بيبصش حواليه. هي دي رقم واحد. هو عمل كده فالناس كلها بقت ماشيه كده. هي حلوه قوي كلمه تسهل علينا كل حاجه. بالظبط. هو خلاص هو الصعب ان احنا مش كنا يعني احنا كان بالنسبه لنا كريستيانو رونالدو ميسي. احنا محمد صلاح خلاص النهارده ما تشوف كريستيانو وميسي في الملعب كريستيانو ومحمد صلاح في الملعب النهارده هتفتخر. الناس كلها بتتكلم عن محمد صلاح ومفيش حد بيجيب احنا خلينا متفقين ان كريستيانو هو كريستيانو طبعا عمل كل حاجه نجم كبير مفيش خلاف عليه طبعا بس احنا ابننا وفرحانين بيه. صح ابن بلدنا. بالظبط ولينا حق. قول لي ليه لينا حق يعني اكيد ده افتخر بيه ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا. قول لي ايهاب عبد الرحمن بره الرياضه بيعمل ايه؟ يعني هواياتك بتغني يعني بصوتي ده لا والله ايه اللي بيسعد ايهاب عبد الرحمن بره الرياضه؟ انا بحب اتفرج على اي حاجه في الضحك اي حاجه تخرج الواحد من همومه. اسماعيل ياسين ولا بتفرج على افلام بقى جديده؟ جديده وقديمه. ها انا اي حاجه فيها بتستمتع بمين؟ انا الصراحه يعني الصراحه قديم اكتر طبعا. قديم قديم اكتر. تحب بقى اسماعيل ياسين وخلاص؟ اسماعيل ياسين فيلم عادل امام اشاعه حب الحاجات دي كلها تقعد تسمع كده تقعد تضحك تحس ان انت بتضحك من جواك وكل مره تتفرج على الفيلم كل مره تضحك بجد. لو ايهاب عبد الرحمن ما كانش بطل عالم كان ممكن يطلع ايه؟ لا مش عارف عمرك ما شفتها لا خالص لا بس ممكن لا مش عارف ما حسبتهاش خالص. اه انا كان نفسي اطلع مهندس بس ما كنتش بذاكر فكانت دي مشكله بالنسبه لي فعلا كانت مشكله بالنسبه لي. دلوقتي في النادي الاهلي بتفرج على كوره شفت الماتش الاخير؟ ما شاء الله. قول لي انا مين اللي بسطك اللي فرحك؟ اقول لحضرتك على حاجه انا دايما مقتنع ان احنا يا جماعه ندي الفرصه. انا عاجبني في النادي الاهلي اللي هو مدي الفرصه لموسيمين للاخر. اه طبعا ده النادي الاهلي ده طبيعي هو النادي الوحيد في مصر اللي بيعمل ده طبيعي النادي الاهلي طبيعي. بالظبط ما انا بقول لحضرتك دي الحاجه الوحيده اللي عاجباني جدا فعلا بجد. الثبات الاداري شيء مهم هو جدا. هو في النص كده في حصل خلل بس لا هو موجود. الناس كلها كانت بتراهن على الماتش ده فانا بالنسبه لي الماتش ده انتقام من الماتش الاخير. انا بالنسبه لي عشان ابقى صريح مع حضرتك. لا مين بقى اللعيب اللي خد قلبك كده في الماتش؟ بص انا الشناوي بحبه جدا بس في الماتش اللي خد قلبي البرستاو الجديد. برستاو الجديد ده كان بالنسبه لي انا قاعد مستنيه في اول ما جه. لا ده انت تعالى ده انت حبيبي. حمزه هيلعب العاب قوة ولا هيلعب كوره ولا هيلعب ايه؟ انا هلعبه الحاجه اللي هو يبقى شاطر فيها الحاجه اللي هو يبقى موهوب فيها. انا ممكن اقول له تعالى انت لازم تلعب العاب قوة. هو مش موهوب في العاب قوة. ممكن اقول له لا تعالى بقى كوره ومش كوره. انا هلعبه كل حاجه. هتسيبه جوه الملاعب؟ بالظبط. هتجيبه النادي الاهلي ولا هتخليه في مصر؟ طبعا هتجيبه النادي الاهلي على طول تحطه طبعا داخل النادي الاهلي. ده انا هبقى قاعد جنبه في النادي الاهلي. بص يا كابتن وجودك جوه النادي الاهلي ده شرف وحاجه كبيره جدا. وجودك جوه السور ده حاجه كبيره جدا. دي حقيقه. وجودك ان انت موجود بتقول انا لاعب نادي اهلي دي حاجه كبيره جدا. احنا ربنا اكرمنا دايما بقولها لنفسي احنا ربنا اكرمنا دخلنا جوه النادي الاهلي بالزبط. وربنا ادانا الفرصه لكن كان ممكن يكون في ناس احسن مننا كتير بس ما جاتلهمش الفرصه دي بالزبط. صح الكلام؟ ما احنا ناس محظوظه. محظوظه صح. محظوظين في لعيبه كتير العاب قوه راحوا انديه تانية وهم احسن مننا بس هم مش محظوظين نفس حظنا. احنا نحمد ربنا على نعمه الاهلي. نحمد ربنا على نعمه الاهلي. وكلمه اخيره للجمهور الاهلي اللي كله بيتابعك وكله بيسبورت ايهاب عبد الرحمن. انا ان شاء الله اقول لهم كلمه واحده بس ان شاء الله باذن الله انا هعمل كل اللي اقدر عليه ان شاء الله في السنتين ونص الجايين دول وباذن الله قريب جدا هتسمعوا اخبار كويسه تدي مبشرات على الاولمبياد ان شاء الله. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا كابتن والله. صدقوني سعدت النهارده بايهاب عبد الرحمن وهراهن عليه وهفضل اراهن عليه. إيهاب عبد الرحمن 2024 ميدالية أولمبية بإذن الله بتوفيقه. بس لازم كل واحد مع إيهاب عبد الرحمن ياخد دوره. كل واحد يعمل دوره، الاتحاد يعمل دوره، وكل الدنيا تعمل دورها، وكل الدايرة حول إيهاب عبد الرحمن هتعمل دورها. إيهاب عبد الرحمن بإذن الله هيكون في باريس 2024 على منصة التتويج. كل يوم جمعة استنونا من 7 ل 9 في حصاد الأبطال ومعانا أبطال كبار بيشرفوا مصر. ويا النادي الأهلي في آخر الحلقة بقول لكم شكرا وإلى اللقاء.